اهلا وسهلا بكل المشاهدين اينما كنتم، ويبدا الموعد اليومي ببيروت ان شاء الله مع بعض. راح نقضيوا احلى الاوقات واحلى الامسيات، واكيد بنرحب ايضا بجمهور روتانا الخليجيه اللي بينضموا لنا يوميا. نص ساعه فقط بتشوفوها معنا، وباقي ساعتين ونص بتتابعوهم على الال بي سي، فانضموا لنا يا وجوه الخير. مرحبا وسهلا بنا النستي. اهلا وسهلا، كيف الاخبار؟ تمام، عم بطلع انا كنت كل وقت على الشاشه، عم شوف انه حتى على الشاشه طالعين الالوان ظابطين. دائما دائما في عنا وكمان لازم اليوم غني لك اشتقنا لك اشتقنا لك يلي بعد، واخيرا سوا سوا صرنا. عن جد صار لك تمام بلال؟ ايه. وين الغيبه؟ خلص هلا رجعنا رجعنا واخيرا الحمد لله اكيد الحلقه اليوم رح تكون مثل ما بيقول دائما بلال والعانه فور شور. موضوعنا الرئيسي لليوم راح تشوفوا بانه موجود اوريدي على كل حساباتنا عبر التواصل الاجتماعي، شبكات التواصل الاجتماعي. هل انتم مع انه الحظ يخلق معنا ام نصنعه بيدينا ونستقطبه؟ فجاوبوا على هذا السؤال وايش رايكم من خلال حسابنا على الفيسبوك او عبر روتانا. هل الحظ يخلق معنا ام نصنعه ونستقطبه؟ فما عليكم الا ان تجاوبوا، ورح نشوف خلال هذه الحلقه نتائج الاستفتاء سواء على حساب روتانا www.rotana.net/ببيروت او عبر صفحتنا على الفيسبوك. عم نشوف هيدا روتانا والفيسبوك اكيد موجود على حساب ال بي سي على الفيسبوك. دونك تابعونا خلال هذه الحلقه، اعطونا رايكم وشاركونا، واكيد رح يكون كل شيء حلو. قلت لي حظ؟ شو يعني حظ؟ حظ مرق من هون شيء؟ حرفين حظ. اذا مرق حظ عرفنا عليه اذا في مجال. يمكن هلا ضيوفنا بكل واحد بيجيب معه شيء وبناخذ منه. بنسحب اكيد. بدنا حظ وبدنا شيء اكثر كافيين لننعش حياتنا ونعطي انرجي كثير كثير كبيره. رح تشوفوا من خلال الفيديو التالي بانه بكوريا الجنوبيه عملوا أضخم فنجان قهوة يتسع ويسع 14.228 لتر من القهوة، قامت بتصنيعه كافي بني ودخلت بذلك إلى كتاب جينيس للأرقام القياسية. ولا لكن هذا أضخم كوباية شاي أو فنجان قهوة، ويتسع مثل ما ذكرنا إلى 14.228 لتر من الكوفي. و يعني أنا في أيام بكون بحاجة لأشي لأوعى هيك. نانسي فيك تسبحي جوا أكيد، لأن 14 لتر بيسين من الكوفي ليكون عندكم شوية انرجي هيك بالصباح وتقضوا يومكم بكل نشاط وحيوية. شركة كافي بيني دخلت بهذا الرقم إلى كتاب جينيس للأرقام القياسية. فولا فولا، خلونا نشوف مع بعض ونكتشف شو في عنا من فقرات ومنوعات لبرنامج ببيروت اليوم. تفضلوا. اليوم في ببيروت، الحظ هل نصنعه أم ننتظره ليأتينا؟ هذا ما يجيبنا عنه فؤاد نهرة. ليديز فيرست، لماذا وهل لا تزال خطوة ضرورية حسب الأصول والأتيكات؟ موضوع سونيا صباح. سيكولوجية الألوان في الديكور مع المهندسة ران جونس. أحدث معارض مها مصري في تقرير خاص. والمكسرات فوائدها الصحية تفسرها لكم اختصاصية التغذية ليا حلو، وغيرها من الفقرات، الضيوف والتقارير العالمية، فابقوا معنا. فولا فولا، هيدي فقرتنا ومنوعتنا لليوم، خليكم معنا. I miss you so much. شو الأخبار؟ عن جد مشتاقين لك. واحنا بالأكثر. تعود المشاهدين على الموعد كل يوم ثلاثاء مع سونيا صباح خبيرة الإتيكيت، واليوم اختارت موضوع ladies first. Yes. Or not. ليه حسيتي في الارم دقنا قوس الخطر؟ ويك اب. انت لما بشوف مرات فوت محل انه الرجال بيمرق قبلي وما بيفتح الباب، انه ايه ات ميكس يو فيل لايك شو عم بيصير بالدنيا. بس كمان بذات الوقت اكيد ما حدا بيعمل، يعني ما بنحط على حدا انه قول له لازم تفتح الباب للمره يعني. وبذات الوقت كمان لازم تجي منه يعني الشخص، هي عن الاحترام، هي عن تفكير بالشخص الاخر. حنحكي اكثر عنها هيدي بالفتره، نحكي كيف بلشت.
قواعدها، كيف نغرسها شوية بمجتمعنا ونرجع نحييها من جديد 100%. واتس مودرن اتيكيت، مش انه يعني عم نحكي شيء من زمان، لا، حيكون حنحكي عن الهيستوري اكيد، بس كمان حنحكي عن كيف فينا نتصرف هلا، وكمان اذا هيدي بتاثر على قصه الايكواليتي بين الرجال والمرأة. واذا كمان النسوان عم بيحبوا هيدا الشيء او عم بيحسوا عم بيخف ولا لا كمان. مثل هذيك المره لما قالوا اتس اولد فاشن، نو اتس نوت، نو اتس نوت. سونيا، هيدا الموضوع راح يكون خلال هذه الحلقه، سو مرحبا وسهلا فيك. ثانك يو. خلونا نشوف ننوس اللي شو في عندها اليوم. تفضلي بلال. مثل كل نهار ثلاثة عنا موعد ثابت مع كارول زمرود، لنشوف اليوم كارول شو اختارت لنا موضوع. اهلا وسهلا كارول. هلو، كيفك؟ منيحة، اشتقت لك كثير. انا كمان. شو عنا اليوم هيك؟ اليوم عنا موضوع صيفي كثير، بس نلبس فساتين مفتوحة بنتفاجئ من ظهرنا انه فيه مشاكل ما كنا منتبهين لهم. اوكي. مثل حبوب، مثل شعر، مثل تصبغات، مثل وبر صغير، مثل شحم على الظهر، فبننتبه انه بعد ما نكون زبطنا وجهنا وزبطنا شعرنا وعملنا ميك اب، لبسنا الفستان او لبسنا التوب المفتوح على ظهره، واذ تطلع لنا مشكله. اليوم رح نحل كل مشاكل الظهر. عيدا عفوا انا شو عيدة لكارول. سوري انا وبلال كلقانين. لا ما كان معي، بس انا اصغر منه كثير 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 كثير. هابي بيرثدي كارول. عبالمية ما كان معي خبر. رحت بخبر المشاهدين، رحت لعمل انا لعمل ايه صح، عم بيقولوا لي انا اول وحده لازم اتذكر انه عيدك، بس ما معي خبر انه عيدة. بلا عيدة هلا بزورها دائما وبضل عندها موضوع ثاني. بس انا نفسي بتذكر وقت كارول وينك؟ انا جاي. بدنا شوي. لا مشغوله انا جاي. مشغوله انا جاي. عندي معيد انا جاي. بخلي الساعة 6 جاية. سوري كارول حبيبتي، عقبال المية. ثانك يو ثانك يو. كل مزوق. ايه سو نايس انه هيك بنكون نفس اليوم. عن جد؟ ايه. وزيت ال ايه انا كل ما نقاسم الهدايا مع بعض، كل شيء مع بعض. اكيد اكيد. اهم شيء نقاسم الهدايا. حدا شاف شيء لحدا. سوري توني عذبتك. يلا I'll see you in a bit. ايه كارول، لكن كنا عم نحكي اليوم عن، رح نحكي عن المشاكل، مشاكل الظهر الموجوده على الظهر. رح نحكي عن طريقه العلاج، طبعا يمكن العلاج بيختلف من حاله لحاله. اكيد. هلا بعد شوي بنشوف كيف فينا نهتم بالظهر، اهم شيء وابرز المشاكل، ونعطي بريفس لانه في عنا كثير مشاكل على الظهر. وقليل من السيدات يلي بيعرفوا انه الظهر مثله مثل كل بارت بالجسم في له حلول، وظهر المراه لازم يكون عن جد سكسي، لازم يكون عن جد نظيف، ما فيه مسامات، ما فيه شعر، ما فيه دهون، ما فيه تشطشط. فرح نشوف انه لكل مشكله في لها حل تجميلي، وهلا بنشوف نفصل بعد شوي هالحلول سوا. وبحب اقول انه هيدي المشكله بتبلش كمان عند الصبايا الصغار التين ايجرز، وبتمشي مع السيده لحتى يمشي وبتستمر لعمر كبير وبتستمر معهم. صحيح. اكيد كارول، رح ناخذ المزيد من التفاصيل منك أكيد. بعد شوي خلال حلقتنا بنرجع لك. عوده لك بلال. ثانك يو. مواضيعنا المنوعه والملونه اكيد اليوم كثيره. رح نفوت الى عالم الديكور، وموضوع يمكن حكينا عنه كثير، لكن فينا بعض الناس لليوم ما بيعرفوا بانه للالوان تاثير على نفسيه الواحد وعلى حياته وعلى كل الاشياء الايجابيه اللي بنعيشها في بيتنا. كيف بنختار وشو تاثير الالوان؟ رح نحكي كل هيدا مع مهندسه الديكور الداخلي راند يونس. اهلا وسهلا فيكي راند. لكن اليوم راح نخبر المشاهدين قديش مزج الالوان فعلا حقيقي، مش اشي بنسمع عنه انه هيدا اللون بيعمل كذا، هيدا بيعمل كذا. لا، اشي مزبوطه حنحكي عنه. اليوم حنعطي تيبس لكل اللي عم بيحضروا بيتهم، كيف او حابين يغيروا انتيرير بيتهم اذا منهم مرتاحين، كيف يقدروا يستخدموا الالوان المزبوطه ليعملوا المود اللي بيقدروا يرتاحوا فيه. يعني نشوف الالوان قد ايه حتاثر على نفسيه الاشخاص اللي عايشين بالسبيس اللي عم نعمله. فبدي اطلب من كل المشاهدين يحضروا ورقه وقلم، لانه حنحكي عن كل، نحكي عن كل لون وشو تاثيره على نفسيه الشخص اللي عايش بالسبيس. حلو، اكسلون. لكن خصوصيه الالوان وكيف تختاروها في بيوتكم راح تكون مع راند خلال هذه الحلقه، فخليكم معنا. ما تنسوا بانه في عنا موضوعنا الرئيسي لليوم والاستفتاء الموجود على صفحتنا على الفيسبوك وعلى ويب سايت روتانا. هل الحظ يخلق معنا أم نصنعه ونستقطبه؟ ألف يخلق معنا، باء نصنعه ونستقطبه. جاوبوا شو رأيكم إذا كنتم من الناس اللي فعلا تؤمنوا بالحظ أم من الناس التي تصنعه بإيديها؟ فهيدا السؤال راح نشوف نتائجه والنسب خلال هذه الحلقة، فخليكم معنا. جمهور خليجية ما زلتم معنا، خليكم معنا، رايحين على فاصل قصير وراجعين. تفضلوا يا وجوه الخير.
رجعنا لكم، اهلا وسهلا بكل المشاهدين وين ما كنتوا. فالموضوع اللي حكينا عنه في بدايه هذه الفقره عن الاتيكيت ليديز فيرست، هل هي موضه ودقه قديمه عم تختفي ام شو الموضوع؟ رح نحكي عن تاريخها وكل خبريتها مع اكيد خبيره الاتيكيت والصوره سونيا صباح. مرحبا من جديد. هلو اجين. صباح؟ كله تمام؟ الحمد لله. ألور خبرينا اول شيء هيدا التقليد فتح الباب للسيده وكل الاشياء اللي كيتو غوتور من وين انطلق؟ اوكي من زمان بتعرف الليديز كانوا يلبسوا طويل تنانير وفساتين طويله، سو لما بدهم يفوتوا ما بيقدروا يفوتوا هن يفتحوا الباب لانه كثير طويل السكيرتس او الدريسز، سو شو كان يصير؟ رجال كانوا يفتح لهم الباب مشان يقدروا يفوتوا. وبذات الوقت ما بعرف اذا بتشوف مرات موفيز ليديز لابسين بفرنسا وقتها لوي كينج لوي ذا 14 كانوا يلبسوا كمان هالقد من هون يعني واسع من كمان من السايدز يلي هو ما فيهم حتى يفوتوا ستريت بدهم يبرموا بهالطريقه، سو اكيد بدهم مساعده حتى واحد يفتح لهم الباب لما يفوتوا. هيدي وحده منهم بيقولوا. ثاني شغلة هي انه هيدا ما حتى خلص اتيكيت لازم ما تكون طيب الاتيكيت لما بتكون الذبابة حوالينا بنقتلها ولا بنخليها ولا شو بعمل فيها؟ ايه بنجرب ما نقتلها. اوكي ثاني شيء هي عن قصة انه كانوا يحسوا انه المرة which is true يعني انه المرة ضعيفة جسديا انه هي يمكن الباب ووقتها كانوا البواب تقال سو انه الباب ما فيها تحمله بدها مساعدة انه حدا يفتح لها الباب تقدر تفوت بدون ما تحس حالها انه عم تحط كتير جهد. وهدول هن فيك تقول الهيستوريكال هابتس اللي كانوا يعملوها ومن وقتها صارت اتيكيت كيف تتعامل مع المدام يعني. خبيا طيب باي حالات لازم نلتزم بموضوع السيدات اولا او ليديز فيرست واي حالات ما لازم؟ حلو لانه كتير ناس يمكن يفكروا انه ليدي از اولويز فيرست بس في مرات لا وليش هلا بنشوف كمان في حالة حريقة بهرب انا اولا نشوف اول صورة اوكي اول صورة بفرجيك هون الاصول كيف بتنعمل وقتها لما بيكون الباب لجوا اوكي لما يكون لجوا مفروض الرجل اللي مع المدام يفتح للباب اوكي هلا مرات يمكن هي تفتح الباب اوكي هو شو مفروض يعمل بهالانستنس يحط بس ايده بهالطريقه انه يخليه مفتوح اوكي ما يفوت النص بالنص اذا كان بالنص يمكن يضربك اذا هي مشيت من اجره او شيء سو اكيد هو مفروض يفتح الباب بس اذا هي فتحته قبله هو بس مفروض يمسك لي الباب فلا اكزاكتلي هيدي وحده. الصوره التاليه ثاني شيء في هون مرات ما بعرف اذا بتشوفون حتى بالمولات حتى بالسينما بالثياترز بتشوفوا بابين هون شو مفروض نعمل؟ مفروض الرجال يفتح الباب ويجا يفتح الباب الثاني ما بعرف شو رايك؟ هدول بينفتحوا لحالهم صح ولا احنا بنفتحهم؟ الباب اللي بيفتح مثلا بالمول ما بعرف بيفتح بهالطريقه مش السلايدنج دورز اوكي البواب الاثنين تو دورز ات وانس نفتح اول واحد وسافا يعني برافو بنفتح اول واحد وبننطر بتمرق هي اذا وصلت وهي فتحت الباب الثاني ما في مشكله ابدا اذا وصلت ونطرت اكيد لازم انت تفتح لها الباب الثاني بس ما تركض ركض مشان توصل للباب الثاني لا مشان تفتح لها هذا غير غلط بالضبط صورة الثانية اوكي في عنا هون المدام مرات يمكن ونحن هلا بمودرن بالمودرن اتيكيت او بالمودرن وورلد في تفتح الباب لحالها ما في مشكله طبعا ابدا ما في مشكله بس كنه حلو كمان دائما فرج الرجال انه هو جالون انه هو عنده تشيفلرس كاركتر انه بيخليها تفتح الباب بس اكيد ما يقول لها خليه علي وانا بفتح لك يعمل جست تو اكت ات اوكي بهالطريقه بس اكيد منا غلط انه كمان المدام هي تفتح الباب يعني. اكزاكتلي وهذا اللي بدي اقوله انه بالاتيكيت نوت تو اوفر دو ات تو ماتش وبذات الوقت كمان مش انه بالمره ننسى حالنا طيب الصوره التاليه اوكي هون الرجال لما هو بيكون الباب لجوا شو مفروض نعمل لما يكون الباب بهالطريقة أوكي أكيد هو لازم يفوت قبل يفتح لها الباب وتتفضل هي تطلع مش غلط هون فينا نقول انه ladies don't have to be first هون gentlemen بيفتح لها وبيضلوا ماسك الباب وهي بعدين بتلحقه
طبيعي هيدا في حاله الباب بيفتح لجوا التاليه اكزاكتلي. هون بنشوف هايدي كلوم وقتها كانت عم تعمل اد لشعر واتس ريفولفينج دور، هدول البواب اللي بيبرموا اوكي، ولقطت شعرها بون اوف ذا ريفولفينج دورز. هون بس بدنا نقول انه كيف واحد كمان لازم يتصرف ريفولفينج دورز، رجال مفروض هو تو كيب ات سلو، يعني يخلي للدور شوي سلو حتى تفوت المدام اوكي. كثير اوقات هلا بتشوفهم اوتوماتيك اي حرام اوتوماتيك هلا بتشوفهم قوام بسرعه، بس كمان بالقدماء كان فيك تقدر تعمل كنترول عليه هون، بس اكيد لازم هو يحط ايده بطريقه خليها تفوت حتى ما يصير معها هيك. دكم تخيلين شوف الصوره اللي بعدها اوكي. هون لما نفوت على السياره هلا هيدي، حتى لما كنت عم بكتب الكتاب تبعي اتيكيت ان ذا سيتي بيروت لاحظت انه عملت مثل ريسيرش على الفيسبوك، لاحظت انه الرجال بالعكس بحبوا يفتحوا باب السياره للمدام، المدامات صايرين انه لا ليه ما انا كمان عندي فيني اعملها، يعني فيني انا افتح السياره مش ناطره يفتح لي باب السياره. بس بالمستحسن انه لما بتكون عم بتفوت على السياره يفتح الباب اوكي. هلا بالصوره الثانيه بتشوف لما تكون عم تطلع من السياره، هون فينا نقول مضرورة تجي تبرم وتفتح لها السيارة، هي مش حتقعد تنطر السيارة حتى تجي تفتح الباب، سو ما في مشكلة أبدا، بس if you do it كثير حلو، وكمان بذات الوقت أكيد بدك تمسك إيدها تتقدر تساعدها تطلع من السيارة بطريقة إليجنت. تمام أوكي أوكي. بعد عندنا هون الإليفيتور، لأنه كمان كثير ناس بيقول لك مين بفوت قبل المدام أو المسيو؟ شو رأيك؟ شو بتعتقد؟ هلا الصورة is revealing. مزبوط. الصورة عم بتخبي. Exactly. الرجال مفروض يفوت قبل، ليش؟ لحتى يسمح سبيس لإلها تتقدر تفوت مرتاحة. اوكي. مش تفوت بطريقة بتعرف يصير في كثير كراودينج. سو أكيد لما نفوت على الإليفيتور مفروض هو يفوت أول شيء وهي بتلحقه بيكون أوريدي معمول لإلها سبيس. تاني صورة بتشوف لما بتكون عم تطلع. لما تكون عم تطلع مفروض دايما هي تطلع قبل. اوكي وهون اكيد وي جو باك تو ليديز فيرست. يا كمان في عنا هيدا لما نطلع على ستيرز، يعني لما نطلع على الدرج، هون في كمان اشكال. قبل كانوا يقولوا لك انه مش حلو ابدا المدام تمشي قبلك وانت تطلع على ستيرز، انه مثل كان عم تشوف ظهرها مش حلوه ابدا. اوكي سو هلا كتير كتير يعني الطريقه المضبوطه لازم نعملها هي انه تخلي المدام اكيد لما تكون عم تطلع up the stairs تخلي المدام هي تطلع قبلك، بس انت ما بتكون وراها بالضبط، تكون على مثلا اذا هي على الشمال انت بتوقف على اليمين، بس انت بتكون وراها، لا اذا وقعت تسلقيها يو نو. اذا كانت خفيفه الوزن طبعا. ايه مزبوط برافو. في اكسبشنز دائما. لا عم بمزح اكيد شو بتلاقيها. اوكي لما بكون عم ننزل الرجال لازم هو يمشي قبل، ليه؟ رجعنا زيت القصة انه لانه اذا وقعت هو اللي بيطلع. سو هيدي هي الطريقة المضبوطة. سوبر. الصورة الأخيرة واللي هي عن الرجال، هو لازم يكون فيرست لما ينزل على الدرج. اوكي يس وبيسلقيها ساعتها، وكمان مثل ما قلت يكون إذا هي على اليمين هو خليه على الشمال، لأنه مش حلو تمشي وراه، بس كمان تكون مثل حده تقريبا، بس هي شوي فوق حتى اذا وقعت يسلقيها، بس يكون في مثل كومبانيون شيب، يعني هو ماشي معها مش ماشي قدامها او يو نو بطريقه هيدي، لا لازم يكونوا مثل كانه ماشيين مع بعض. خبيان. طب سونيا شو بتقولي للناس اللي عم بيقولوا انه هيدي الاشياء اتس اولد فاشن وهلا المراه الحديثه اللي بتطالب بالمساواه لازم هي والرجال نفس الشيء وكل هالاشياء لازم كتير. تروح حلو كثير، لانه في كثير ناس بيفكروا انه المساواه يعني اذا انت مثلا قمت هيدي الكوشن وكبيتها انا لازم اعمل ذات الشيء، لا في مساواة، فينا نكون متساويين، مثلا انت تفتح لي البيت وانا يمكن لما تجي لعندي اعمل لك مثلا نايس ميل او كوكينج فور يو، يعني بدنا نشوف كل واحد محله، يو نو فينا نكون مستويين بالحياة، بس كمان بدنا نكون نحترم ايتش اذر. وكمان بدي اقول انه مش بس نفتح الباب بس للمدام مثلا، هي يمكن شي نهار اذا فايته وانت وراها يمكن تفتح لك الباب، او حتى كمان اذا شخص تاني مثلا اذا مرأة مرأة وانا مرأة كمان مرأة،
مره مشيت بفتح لها الباب. ما في مشكله ابدا انه نتعامل بطريقه حلوه واكيد محترمه وبذات الوقت نفكر بالشخص الاخر. سو هيدي قصه الـ يعني المساواه او مش مساواه لازم ما نفكر بهالطريقه. صح. لانه عن جد المره ما فيها تعمل اشياء الرجال فيه يعملها فيزيكلي كمان وفايس فيرسا. ديفينتلي الشغله الوحيده بس انا بعاني منها سونيا دائما بس نقول للمشاهدين يمكن انا حكينا عن الاتيكيت لما بتكون مع شخص بتعرفه بس لما تكون مع شخص ما بتعرفه اذا حتى فتح لك الباب please say thank you برافو please قول شكرا اذا حتى فتح لنا الباب مسكنا الاسانسور او المصعد اذا شو ما كان برافو كلمه شكرا بتعني الكثير حتخليه هو كمان بيعمل نفس الشيء بالمستقبل لكن Excellent. اذا بتعملي هيدي الحركه مع ناس انا حضلني اعملها يعني بس انه it's شويه revolting 100% معك حق انا صرت شويه عم بكون قاسي مع الناس انه هلو ثانك يو يس ثانك يو لانه يو اكسبكتد لانه بتصير مثل هابت عندك انت بس الناس لما ما يعملوها بتصير تتضايق بتصير عندك اويرنس انه ليه ما عم يقولوا لي ثانك يو واهم شيء هذه جولدن رول يعني انه لازم نقول ثانك يو للشخص لفرجيه انه اللي عمله شيء حلو يرجع يعمله كمان اكزاكتلي you know? وهيدي الاشياء اللي عم نعملها احنا كمان بنقول كثير مهم اولادنا يشوفوا شو عم نعمل لا يتعلموا ويكون عندنا مجتمع حضاري وسيفيلايز لانه عم بنعاني كثير من هالاشياء هيدي الحضاره ما بدها قديمه ابدا انه نعلم اولادنا اصول الاتيكيت واللباقه واللياقه لانه عم نصنع جيل واعي ومثقف 100% وهي الطريقه كمان فينا نتعامل مع بعض بطريقه منيحه لانه اذا تعاملت مع واحد طريقه حلوه بصير يحبك بصير يعمل لك اشياء بصير تتعاونوا بطريقه كمان سلام يعني في بطريقه سالمه انه ما بدنا نضلنا عم نتحارب مع بعض انه ليتس بي نايس ليتس بي كايند يو نو اكسلنت اكسلنت ياي كان في فيديو كثير حلو بعثتك اياه ساره انه واحد كان حيفتح الباب وخبطته الباب وات ايفر كان كثير اشياء هيك فاني ثانك يو سونيا ميرسي بوكو هلا حنسمع اغنيه احنا اثنيناتنا بنحبها ضيوفنا لليوم ستيفي اند ذا باند رح نسمع الاغنيه وعندي خبريه عن الاغنيه نرجع بعدين ستيفي اند ذا باند تفضلوا ميرسي سونيا Souffrance, pourquoi s'acharner tu recommences? Je suis honnête sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tu recommences. Oh ma douce souffrance Je remue le ciel le jour, la nuit Je danse avec le vent, la pluie Un peu d'amour, un brin de miel Et je danse, 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 danse Et dans le bruit, je cours et j'ai peur Est-ce mon tour revient là Tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vol, 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 vol. Que d'espérance sur ce chemin en ton absence. J'ai beau trimer sans toi, ma vie n'est qu'un décor qui brille vide de sens. Je remue le ciel le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie Un peu d'amour, un brin de miel Et je danse, 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 danse Et dans le bruit, je cours et j'ai peur Est-ce mon tour, revient la douleur Dans tout Paris, je m'abandonne Et je m'envole, vole, 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 vole C'est tout souffrance Dont j'ai payé toutes les offenses Viens voir que mon cœur est immense Je suis une enfant du monde Je remue le ciel, le jour, la nuit Je danse avec le vent, la pluie Un peu d'amour, un peu d'amour
ستيفي اند ذا باند ثانك يو سو ماتش. راح نتعرف عليهم. ستيفي قدمت لنا اغنيه انديلا. عم نشوف بس عدد الفيوز لفيديو كليب انديلا، صاروا 109 مليون فاصل 244 الف و 923. 109 مليون فيو على كليب ديرنيير دونس لانديلا، مش مسموح يعني. هيدا وات وي كول ريل لك، حظ، لانه حتى باسطنبول اي واز ان نايت كلاب وسمعت انديلا. الاتراك المعروف عنهم ما بيسمعوا اي لغه ثانيه غير لغتهم الانجليزي اكيد، لكن ليسمعوا اغنيه فرنسيه ريلي لازم تكون بيج هيت. فوالا دونك 109 مليون. حديثنا على الحظ ياخذنا لنشوف استفتائنا ونتيجته. خلونا نشوف النتيجه الاولى للاستفتاء على صفحتنا على الفيسبوك. هل الحظ يخلق معنا ام نصنعه ونستقطبه؟ 66% بيقولوا انه الحظ يخلق معنا، 34% بيقولوا نصنعه ونستقطبه. فوالا، اذا الاستفتاء ما زال مستمرا على صفحتنا على الفيسبوك وايضا موجود على ويب سايت روتانا. راح نشوف النتيجه بعد قليل ايضا لنشوف اذا كانت اراء الناس هي نفسها ام لا. خلونا نرجع نذكر مشاهدينا على روتانا خليجية بمحتوى حلقتنا لليوم، إذا حبوها وأكيد راح يحبوا ينضموا لنا لقناة الـLBC. نشوف مع بعض، تفضلوا. اليوم في ببيروت، الحظ هل نصنعه أم ننتظره ليأتينا؟ هذا ما يجيبنا عنه فؤاد نهرة. Ladies first، لماذا وهل لا تزال خطوة ضرورية حسب الأصول والأتيكات؟ موضوع سونيا صباح. سيكولوجية الألوان في الديكور مع المهندسة رين جونس. أحدث معارض مها مصري في تقرير خاص. والمكسرات فوائدها الصحية تفسرها لكم اختصاصية التغذية ليا حلو، وغيرها من الفقرات، الضيوف والتقارير العالمية، فابقوا معنا. كل فقراتنا ومنوعتنا لليوم، فخليكم معنا. رايحين على فاصل وراجعين، ما تروحوش يا وجوه الخير. الاستفتاء ما زال موجودا، فقرات وضيوف، واكيد بنشكر ونودع جمهور روتانا خليجيه اللي كانوا معنا في هذا الجزء الاول من برنامجنا. واكيد اذا راح تنضموا لنا على قناه الـLBC راح تستمتعوا بفقرات ومنوعات اخرى، فجوين اس، انضموا لنا يا وجوه الخير. لحظات من الاعلان وراجعين، ما تروحوش بعيد، تفضلوا. عودة لمتابعة ببيروت، تحياتنا لكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. ووصلنا هلا لفقرة كارول زمرود. اهلا وسهلا مرة جديدة كارول. هلو، تمام؟ كيفك؟ ماشي الحال، اشتقت لك انا. وانا كمان زمان الصيفية عن جد عن جد. كارول، قبل ما ندخل موضوعنا بس اسمحي لي هيك بدي وجه تحية لكريمة من الجزائر، بدي اقول لها بنحبك بزاف 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 بزاف. كريمة الأمينة وصلت مع زميلنا فريد الطائي، وصل لي هالوردة، تحياتي لك، وأكيد تحية لكل يلي دايما بيتواصلوا معنا عبر تويتر، فيسبوك، وكمان انستغرام. صحيح. كمان انت عندك مشاهدين. اكيد كثير عندي مشاهدين متابعين الجزائر، واكثر شيء من العراق، وبحب انه بيجوا لعندي ويسلموا علينا ويسلموا عليكم وعلى بلال، وعلى طول في تواصل على فيسبوك وبيبعثوا لي اشياء كثير مهضومه. انا بشكركم وبوجه لكم تحيه اكيد من القلب. تحيتنا. لكن اليوم حكينا رح نتطرق لموضوع المشاكل الموجوده بالظهر، على الظهر، ان كان من تصبغات، حبوب وغيرها. صح. اليوم رح نحكي مثل ما قلنا قبل شوي بالتيزر، خبرنا المشاهدين انه اجى الصيف وكثروا المناسبات، زبطنا وجهنا. نعم. وزبطنا شعراتنا وعملنا الميك اب ولبسنا الفستان وعم نطلع لورا، واوبس بنشوف في مشكله يلي هي الظهر. نعم. شو هن ابرز مشاكل الظهر يلي بيزعجوها كثير للصبيه الصغيره بالعمر؟ صغيره بالعمر، بس نقول يعني تين ايجر، 16 15 14. أوكي. للسيدة بلي نص العشرينات للثلاثينات، والسيدة اللي فوق الأربعين سنة. هلأ في عنا المشاكل تبع الصغار هني على نوعين. أكثر شيء عنا الحبوب الملتهبة على الظهر مع الزيوان يلي تركين أثار أو ملتهبين. أوكي. فإذا انتشلح
تلبس شيء مفتوح ببين ظهرها كله حبوب او كله رؤوس سوداء بوان نوار. او في بعض الصبايا اللي بشرتهم بيضاء وجلدتهم رقيقه بيكون في عندهم وبر اسود رفيع على كل الظهر. نعم. في واللي محظوظين اكثر ما بيكون بس على خط سنسة الظهر، بيكون الوبر متفشي على كل الجلد بالظهر، وبالتالي الصبيه بتصير تغطي بشعراتها لحتى ما يبينوا او ما تلبس مفتوح، بيكون عندها نوع من احراج يعني. اكيد. والمشكله الثالثه اللي هي بتكون اكثر شيء عند السيدات بالخليج اللي هي التصبغات البنيه على اعلى الظهر وعلى وسط الظهر، وهيدا الشيء بيجي من حركه الحف تبع الحجاب الاسود على الظهر يلي مع الايام مع الجفاف والمناخ بيعمل مثل تاتوينج، وبيصير الشيله يلي بتحطها الست قد ما حفت على كتافها بتكون عملت دبغه بنيه. كارول، قبل ما نكفي الموضوع انت جبتي لنا مجموعه من الصور، بدك تشوفيهم هلا ولا بعد شوي؟ لا بعد شوي. بعد شوي. أوكي. بس خليني اول شيء استعرض المشاكل. نعم. ونقل حل واحد مصور والحلول الباقيه بنخبر عنها. يلا لك. فاذا كنت عم بحكي عن الدبغه يلي كانت من اثر الشيله، فهون بنحب نعطي نصيحه للسيده الخليجيه انه ابدا ما بنلبس عبايه وشيله من البوليستر، لازم تكون على طول من مواد نوبل، يعني مواد مثل القطن مثل السلك، يعني دائما ننقي القماشات الحريريه القطنيه، وخاصه يلي هي دايركت كونتاكت مع الجسم. اوكي. ودايركت كونتاكت مع الرقبه واول الظهر من فوق، لانه دائما بس تجي لعندي سيده خليجيه عم تشتكي من مشكله دبغه على ظهرها، نتطلع محل ما مارق الحجاب ومحركه رقبتها، يعني بهالمنطقه هون وبمنطقة الظهر من نصه. نعم. بيكون في لون بني مسود، وهيدا الشيء بيرجع لحف القماش والنايلون والبوليستر على جلد الناشف. اوكي. المشكلة اللي بننتقل لحتى نحكي عنها بعمر أكبر هي تراكم الشحوم بمنطقتين، تحت البرا يعني محل ما السيدة بتلبس برا وأخذت وزن، تحت السوتيان بيكون في كبتولتين من الشحم. إذا منعمل هالحركة، يعني إذا منحط إيدنا منحط إيدينا ورا ظهرنا الاثنين ومنطلع على مراية من ورا، ونحن وعم نطلع على المراية بتحس في زيادة، في زيادة يلي هن بيجوا على شكل اثنين بنانا. صح. أو تكبر البنانا بتصير أكتر، بيصير كبتولتين شحم، وبينوصلوا مع الخواصر اللوف هاندلز، وبيصير في عنا تضاريس من الشحم غازية ومبشعة منطقة الظهر وشيلة كل الأنوثة اللي عند المرأة يلي لازم تجي في فايتة لجوا وبيرمي. فإذا هالتراكمات الشحمية كيف منشيلهم؟ منشيلهم بثلاث جلسات من تفريز الشحوم كول سكالتينج مع حقن من السي او 2، ضخ ثاني اكسيد الكربون بمنطقه الظهر. اوكي. وبيروحوا؟ بيروحوا نهائيا. لازم تعمل شيء السيده دايت معهم؟ نحن بنعطيها بالعاده بالعياده برامج خاصه لكل حاله بحالتها. هلا في عندك البير شيب، يعني اللي شكلها تفاحه واللي شكلها نجاسه واللي قاعده كل النهار ورا المكتب ما عندها شحم بجسمها الا تحت البرا، فبس تلبس ضيق بس تلبس توب بيطلعوا التضاريس من تحت البرا، هدول علاجتهم سهله وفينا نتخلص منهم بكل سهوله. بس خلينا نذكر كارول، عاده طريقه العلاج الوقت اللي بده بين جلسه وجلسه قد ايه هيك؟ اذا ثلاث اسابيع شهر بين جلسه وجلسه، بين جلسه وجلسه ثلاث جلسات، ثلاث جلسات بيصير في عندنا فلاتنينج، يعني بتملس المنطقه وبيتفرز الشحم وبيندر بالبول. فاذا هيدي الطريقه الوحيده يلي بتعوض لك عن عمليه شفتو هون، وبتعطيك تقريبا نفس النتائج بمناطق صعبه ووعره مثل الظهر. اوكي، هيدي لكن حلينا مشكلتها. هيدي حلينا مشكلتها. هلا بالنسبة لمشكلة الجلد البيضاء واللي عندها الشعر أو الوبر الأسود المسبسر. بالنسبة للموضوع نازل الليزر جديد اللي هو الدايود المقطع. شو يعني المقطع؟ يعني رح نعطي صورة مثل الحنفية اللي بنفتحها بينزل منها مي بخط مستقيم. اوكي. ورح نعطي حدها مثل الثاني يلي هو مية الشتاء يلي بتجي نقطة مي فراغ، نقطة مي فراغ، نقطة مي. أوكي. شو الادفانتج تبع هيدي الطريقة؟ الافانتاج تبع هالطريقة انه الليزر يلي هو نقطة المي بفوت على البصلة والفراغ ببرد الجلدة، وهيك منكون اكيدين انه بجلسات قليلة نتخلص من الوبر يلي هو كان كتير صعب نعمله من قبل بدون ما نحرق الجلدة يلي هو الفراغ يلي ببرد الجلدة. اوكي. كم جلسة هون؟ هون عم نحكي باربع لخمس مرات بيكونوا خالصين.
فاذا هيدول الحلول الثوريه والسريعه لمشاكل من زمان ما كان لها حلول. اوكي كثير منيح. رح ارجع على الموست كومن بروبلم، المشكله يلي اكثر شيء بيعانوا منها الصبايا وحتى كمان شباب من اول ما يبلغوا في منهم بيمسكوها معهم للمشكله بتضلها مادنه معهم لانه ما بيعملوا لها علاج. يلي هي الزيوان يلي بيحكوه او بيفقسوه او بيليفوا ظهرهم بالليفه بيصيروا هن بدهم يشيلوا. حتى الشباب بيكون عندهم هيدي المشكله، بيكون ظهرهم كله دمل وحبوب ملتهبه واكنه معلمه على ظهره. اول شيء بدنا نرجع على شروط النظافه بيزك 101. يعني ممنوع الشيرنج تبع المناشف، اذا في عندنا بالبيت مراهق او مراهقه مناشفه لحاله وما يعني ما بننشف وراه لانه في عندنا نوع من البكتيريا ممكن تعدي. الضفير بدنا دائما نلفت له نظرهم للمراهقين، ممنوع تفقسوا الحبوب ويعبي بين ضفيركم تنقلوه على وشكم ترجعوا على ظهركم ترجعوا على شعركم، هيدا الشيء بيعمل كونتامينيشن اوف بكتيريا. المرحلة الثالثة إذا كان في عنا زيوان معبى كل الظهر ضروري جدا إنه نعمله تنظيف، بس تنظيف مش مثل النتوياج تبع البشرة اللي كنت عم بحكي عنه الأسبوع الماضي يلي بيجي من إكران توتال بيجي من فورة هرمونية، لا تنظيف الظهر بيجي بطريقة تانية، في له آلة خاصة هي الفاكيوم وفي له تيركوميدون خصوصي بتشيلي منها الزيوانة من كعبة، لانه اذا مثل ما بيعمل المراهق او الصبيه وصاحبتها تعي لشلك هالزيوانه بتشلها راسها وبيضل الكعب تحت وبصير يلتهب وبصير يعمل دمل حمر اذا على الملمس بتدس فيهم بوجهه. فاذا كيف بنعمل التنظيف؟ بيستأصل بالعياده على مرحلتين، اول جلسه وبعد 21 يوم جلسه، وبيتسكروا بالتراساوند تموجات صوتية لأنه الألتراساوند هي الوحيدة التموجات الصوتية يلي عندها القدرة أنه تحرق البكتيريا بقلب الحبة. ذات الطريقة يمكن بس تكون عم تعمل نتوياج، لأنه أنا جربت الطريقة عندك بعدين قالت لي عم تسكر المسام بالألتراساوند. إيه نحن ما بقى بنستعمل شيء كان اسمه هوت فريكانس من زمان بيحرق مثل هاي الآلة اللي بتلزق عليها البرخشة بتحرقيها، ما بقى نستعملها. الألتراساوند هي أحسن لأنه بقلب الحبة فيها عندها القدرة الألتراساوند إنه تخترق الطبقات الجلدية العميقة، يعني مش بس بهمني أنا سطح البشرة، بهمني العلاج يفوت للطبقات العميقة ومن محل ما عم تطلع البكتيريا وتتكاثر انه موتها ونظف البشره واعماق البشره. اوكي. فاذا الظهر بما انه مساحه طويله بياخذ معنا علاج اكثر من الوجه وبياخذ وقت اكثر وبياخذ جلستين ليتنظف مره واحده. اوكي. هلا في عندنا شغله جديده بنعملها للصبايا اللي عندهم او ما عندهم مشاكل يلي هو بذر العنب يلي تركيزه 90% يلي رح نشوفه سوا نحن والمشاهدين بهالصور. فاذا رح يمرق معنا صور واكيد اللي عندهم اسئله فيهم يتصلوا فينا بعد الحلقه يسالوا. هون عم نشوف نقيت لكم من كل الاعمار، هون عم نشوف ظهر صبيه اكيد محاكي حكي ظهرها ولعبانه بالحبوب. نفس الشيء صبيه ثانيه هون عم نشوف الحبوب يلي نلعب فيهم، شلنا اول صوره كيف كانوا كيف معلمين. هون عم نشوف كيف عملوا دمل وعملوا بنسميهم كب كيكس، يعني قلبوا لقلب الجلد من جوا وصرنا اذا بنحط ايدنا عليهم بنحس انه في تضاريس وببعض الاوقات في كم وحده اذا بندق فيهم بيوجعوا لانه بيكونوا حاضرين حالهم تيلتهبوا. اوكي. ننتقل لنشوف كمان ممكن يتركوا علامات حمراء علامات بنيه على الظهر ما تروح الا بشيء خاص رح نشوفه بعد شوي. اوكي. هيدا علاج بذر العنب، بيجي طابتين مثل طابه التنس، بيجي بذر العنب تبع الظهر لانه تركيزه كثير عالي 100 بيحرق، ممنوع نتعرض من بعده للشمس، ممنوع نروح على البحر. بس بيحرق شيء بسيط يعني لثواني ولا هيدا غير شيء عن هيدا تبع الوجه 15، هيدا 100. لا بس قصدي انه قد ايه بتحطيه وقت دغري بتشيليه؟ لا على الظهر بتركه. بتتركيه؟ بتركه لحتى يفور. اوكي. فاذا بنشوف هون الصوره، يا ريت فيني ارجع شوي على الصوره اللي قبلها ساره بليز. بس بدي فرج المشاهدين انه بس نحط بذر العنب نمده على الوجه بتركيز بكونسنتريشن 100 بتركه على الظهر لحتى يفقفق. اوكي. يعني يعمل كيف وقت تصب الدايت بيبسي او هوني. ايه بنشوف هيدا الجلد بفقفق، يعني شفتوا كيف؟ الجلد مع الحبوب مع اليابس مع الاثار كله بيطلع تقبعيه كله مثل ما هو وبتشيلي معه كل الامبرفكشنز، يعني الحبوب الزيوان الاثار اللون الدبغات بيطلع لك من تحته بشره
كلين نظيفة ومسام مسكر. يعني الكافي تنضف 100% بالبشرة. تنضف 100%. أوكي. آخر شيء منحط كريم مطهر ومنعطي بروتوكول علاجي. بروتوكول علاجي شو بيكون؟ شو بيكون؟ كلياتاً عن شو؟ هلأ البروتوكول العلاجي بيكون أول جلستين منعطي البيشنت موعدين لتنظيف غميق مع التراساوند مطهر. أوكي. بيتطهروا الحبوب، بتجي منعملها بزر العنب 100، بتعوز يا واحدة يا اثنين يا ثلاثة. أوكي. بس لحتى يجي لعندك بيشنت على العيادة عم يشكي من ظهره بيكون بحالات متقدمة مثل هاي. أكيد. قليل يجي لعندك سيدة عندها حبة أو حبتين أو مثلا شاب عنده حبة بيبقى عنده حبوب، نعمل له جلسات بزر العنب حسب مثل ما قلنا الحالة مرة اثنين أو ثلاثة، ومن بعدها بنعطيه مضاد أنتيبيوتيك على فترة حسب قديش هو عنده حبوب قديش عنده التهابات، وبنعطيه كريمات مطهرة وغسول خاص للظهر. بحب أقول في أوقات بتترافق هالحالة مع فطريات مع شامبينيون بيكونوا لقطينا من النادي أو من البيسين أو لقطينا عادينا من حدا من المنشفة، فبيصير في هون عندك كوتريكمنت يعني للفطريات وللإفرازات. تعملينوا شي فحوصات طبية لتشوفي بركي كان هالإفرازات عم تطلع بركي من معدتهم من نوع أكل معين ولا لا ما بحاجة؟ هلا الظهر إجمالا منه كتير إنديكيتر، نعمل كل هالعلاج وإذا حسينا صار في عنا شي بنسميه ريباوند يعني رجع البيشنت انه طلع له كثير اكنه. هلا في حالات الكثير متقدمه بنعطيهم ايزوتريتينوين حبوب على 6 شهور، ومن الافضل انه ينعمل هيدا التريتمنت بالشتاء مش بفصل الصيف. بس انا اليوم عم بحكي عن الصبايا والسيدات، اذا عندهم مشكله وبدهم عندهم عرس عندهم سهر عروس مثلا. انا كثير عند اجاني عرسان دغري بقول لها فرجيني ظهرك اذا فستانها مفتوح بدون ما اسالها بعمل لها علاج لظهرها، لانه كل الناس رح يشوفوا اذا في على ظهرها حبوب او في شعر او في دبغ عيب انه مش حلو. فينا نظبط لها البشره ويطلع ظهرها كثير نظيف. اكيد. خلص وقتنا كرر، كنا بدنا نحكي شوي عن الاكران هيك. ايه ساليني شو بدك. لانه عم بيسالوا انه ما فينا منحط اكران. صح. والاكران بزيت الوجه وبصير شو 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 الطريقه شو الحل؟ كنت خبرت المشاهدين نانسي الاسبوع الماضي انه نازل اكران جديد مينرال من المعادن مش كيميائي. اوكي. نسبه الدهون فيه خفيفه، ما بيعمل بور كلوجينج وما بيعبي الزيوت. في حال كنتوا عم تستعملوا الاكران اللي بعده الشيء الفلتر شيميك ضروري تنطفوا البشره لو حتى كنا بنص الصيف. اذا بعدها فتحتوا الجلده وشفتوا حبوب صغار تحت الجلد دهون هول ضروري ينشيلوا لانه بيلتهبوا وبيعملوا اكني. أوكي. اذا في زوين كمان منشيله، ما منقول خلينا ننطر ليخلص الصيف وخلص البحر نعمل نتويج. ليش؟ لانه ما منحط دهون على دهون بعدين بيصير في عنا ايربشن، بيصير بدل ما نخلص بجلسه تنظيف وحده بدنا ناخذ انتيبيوتيك يمكن ناخذ روكيتان ونعمل اكثر من جلسه تنظيف لحتى نقدر ننظفه. واكيد اذا عندكم اي مشكله الحل عن كارول زنبوت فيكم تحكوها على التليفون تستفسروا عن شو ما بدكم، مرق الرقم على الشاشه. ثانك يو كارول، شكرا كثير، بنشوفك الاسبوع الجاي اذا قررت. مشاهدينا فاصل اعلاني وبنرجع نتابع، خليكم معنا. A dream that I could speak.
speak to a dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to the thrill that I have never known when you smile, you smile. ستيفي اند ذا باند ثانك يو سو ماتش. ميرسي كثير. راح نتعرف على ستيفي وعلى اعضاء فرقتها خلال هذه الحلقه. خليكم معنا. انا هون هيدا بريء. اوكي بعد قليل. بعد قليل يا قليل. فراح نحكيه الان عن الالوان بما انه حكينا في بدايه هذه الحلقه قديش اهميه الالوان. يمكن هذا الشيء مش جديد. اتس نوت سكوب. كلنا بنعرف بان الالوان لها تاثير، لكن شو نوع هذا التاثير؟ كيف ممكن نريح حالنا ونختار اللون الذي يتناسب مع شخصيتنا او حسب المود اللي احنا فيها والحاله اللي بنكون فيها؟ كل هذا راح نحكي فيه مع المهندسه واخصائيه على الديكور راند يونس. اهلا وسهلا فيك مره ثانيه راند. أول شيء خلينا نعرف المشاهدين ونقول لهم هذه الألوان شو تأثيراتها وفعلا كيف بتأثر على الشخص. مظبوط. لكن قبل ما نبلش بحيالة ديزاين نحن لازم نفكر إنه بدنا نخلق سبيس يكون مريح وريلاكسان، يعني الشخص اللي بده يقعد فيه ما يكون متضايق، لأنه هيدا هدفنا نحن، يكون السبيس كتير مريح. كرمال هيك الألوان كتير بتأثر وهي أكتر شيء ببين من الديزاين اللي عم نعمله. حتى نعرف شو هي الالوان بدنا نشوف نحن هيدا الديزاين اللي عم نعمله، يعني او الغرفه اللي عم نعملها تصميمها شو بدنا نستعملها. يعني اذا كانت مثلا غرفه النوم عم نستعملها الوان بالليل، بدنا ننتبه انه اللايتنج حيكون مختلف عن اوضه بنستعملها لشغلنا، حيكون اللايتنج بالنهار، كله هيدا بياثر عليها. لكن حنبلش اول شيء نتفق على شغله، انه نحن عندنا اثنين كاتيجوري بالالوان كلنا بنعرفهم، الالوان الدافيه والالوان البارده. الالوان الدافيه مثل ما هي الاحمر والاورانج والاصفر، والالوان الغامقه اللي هي الازرق والجرين والبيربل. هلا الالوان الدافيه هي الوان انرجيتيك، بتخلينا نكون كثير هايبر يعني. كرمال هيك بنشوفها الالوان بالمحلات العامه، ما بنشوفها اكثر شيء بالبيوت. اما الالوان الدافيه بنشوفها بالالوان يعني البلو، هيك بنشوفها بالانتيريور ديزاين كبيوت. لكن هدول نوعين او تو كاتيجوريز، فئتين من الالوان. أوكي. خلينا نبلش نحكي عن الالوان. حنحكي عن كل لون. اوكي كل نشوف كيف نشوف كانتيريور كيف نقدر نستعمله. نبتدي بالابيض. اول شيء حنبلش بالبلاك. بلاك. اوكي بالوايت. بالوايت. وايت. اوكي لكن الوايت اول امبريسيون بيعطينا اياها الوايت لما نشوف شيء هو كلين، شيء كثير نظيف ومرتب. واكيد بيعطينا اذا سبيس كارض ولا كسقف ولا كل شيء، بيعطينا نشوف سبيس واسع. يعني هيدي التيبس اذا عندنا غرفه ضيقه وحبينا تبين انه شوي فينا نستعمل اللون الابيض بكثره فيها، بتعطينا كثير سبيس. واكيد فينا ندخل معه الوان ثانيه ما بده يكون لون لحاله، بنعمل كومبينيشن حاطين بني او فوشيا مثل ما عم نشوف بالصور. لانه اكيد اللون الابيض لحاله قد ما نكون بنحب لون ما فينا نقعد بسبيس يعني كثير مونوتومي ما حنرتاح. تمام. اللون التالي هو البلاك. اسود مثل ما بنعرف الاليجانس البلاك، بس بعدنا ما كثير بنتقبل كانتيريور يكون كله اسود، لانه بعدنا بنربط الاسود باللون الحزن والموت ما بنقدر نرتاح فيه، مع انه هو لون كثير شيك واليجان. فينا ندخل كم قطعة ما يكون كله نفس اللون، مثل ما عم نشوف بالفرنتشر، فينا ندخل فرنتشر، فينا ندخل كوسان، فينا اكسسوار يكونوا اسود، بيعطونا يعني حيكون كثير كلاسي وما حيكون حيكون اكزاجيري الاسود، مثل ما عم نشوف هون تاتش اسود. حلو كثير. هو يمكن المشكلة يعني الوحيدة انه لما واحد يحط بلاك اند وايت
بيتدبس شويه بالالوان صعب بعدين مزبوط. ما يعني بطلنا نستعمل لون واحد كومبينيشن بين الالوان تعمل اكيليبر بالديزاين. اوكي اوكي. التالي اللي هو البني براون. شوفوا هو البراون هو لون بخلينا نحس بالسيف لانه هذا لون طبيعي بنشوفه بالطبيعه، بس هون الصعوبه انه نقدر نستعمل الدجري المضبوطه منه. هو الجرين حنشوف بعدين، هو الجرين هودا الوان بنشوفهم كثير بالطبيعه كثير موجودين حوالينا، كرمال هيك صعب نقدر نختار الدرجه المضبوطه. فالجرين بنفضل نستعمله بالالوان الفاتحه، يعني جاي على بيج على جراي مثل ما عم نشوف بالصور. وإذا حبينا نستعمله أكثر شيء بالفرنتشر مش كبينت على الحيطان ولا كأكسسوار، مفضل نستعمله بالخشب اللي هو الخشب أو الحجر، يعني لون طبيعي للبراون. أوكي. لون الرابع حنحكي عنه هو الأورانج. الأورانج هو أقوى الألوان مثل ما قلنا. البرتقالي. مزبوط. وبنشوفه أكثر شيء بالريستوران بالفاست فود بنحطه، لأنه كمان هو مثل ما بنعرف بيخلي بيفتح الشهية هو الأحمر. كرمال هيك بنشوفه بالمحلات بالريستوران بالفاست فود حتى يقدروا يفتحوا لنا شهيتنا نضلنا ناكل عندهم. كمان هو انرجيتيك، ما فينا نقعد فتره طويله بسبيس لون قوي، كرمال هيك بيعطي طاقه. بيعطي طاقه حلو كثير. هو والريد هلا فينا نستعمله كاورانج، اللي الدوغري اللي جاي على جراي كمان بكون كثير شوا كثير حلو. الاحمر الاحمر يلا. الاحمر كمان مثل ما كلنا بنعرف لون كثير قوي هو الاورانج، مثل ما عم نشوف بالصوره. يعني هذا لون بحسسنا ما بنحس بالامان، بعكس الالوان اللي حكينا عنه ما بحسسنا بالامان، بنحس انه في دينجر ما لنا مرتاحين. كرمال هيك مفضل ما نعمل كانتيرير كبينتينج او كماس كثير كبير يكون اللون الاحمر، مفضل ندخله بالاكسسوار بالفستان يكون يعني تاتش خفيفه، بس كمان لون كثير حلو. هلا بعد الريد رح نحكي عن البيربل. البيربل هو بالهيستوري هو البيربل لون الملوك، لون الباور لكجري. كرمال هيك بنشوفه بالفي اي بي سكشن كلهم بيكونوا لون بيربل، كثير بدل على اللكجري والفي اي بي. فخامة مزبوط. هلا فينا نحن كمان كل حدا في بيته صار فيه يعمل، مش ضروري نكون رايحين على في اي بي لنعمل، بس بدنا ننتبه انه يكون اللون الموف اللي رايح على بلو، كرمال ما يزعجنا، مش الموف اللي رايح على الريد، لانه كمان حيضايقنا ويكون كثير قوي ويغطي على كل شيء موجود بالاوضه. اوكي اللون التالي اكيد كمان بدي اقول شغلي بلال، انه كل لون اللون الالوان الفاتحه حتريح اكثر من الالوان الغامقه، يعني بغض النظر اذا كانت الوان دافيه ولا كانت الوان بارده حتعطينا فيلينج انه نحن مرتاحين اكثر، ما في شيء خانقنا او متضايقين. جود. هلا البلو كلنا بنعرف قد ايه لون مريح، هو لون السماء ولون البحر، كلنا بنعرف قد ايه ريلاكسون لما نقعد يعني فينا نطلع بنكون مرتاحين. هذا اللون بخلي يكون في هيك اتموسفير، يكون شيء انتلكتويال، كرمال هيك بنشوفه بالمدارس. بالمدارس كثير بنستعمل لون البلو. كمان البلو بننتبه على شغله انه اللون الفاتح منه مثل ما عم نشوف بالصور، وما ضروري يكون كل الانتيرير نفس اللون، فينا نشتغل باز كابيض واسود او جراي ونزيد عليه هون هذه الالوان اللي عم نحكي عنها. بعد البلو حنحكي عن الجرين. الجرين هو من الالوان كمان قلنا مثل البراون بنشوفه كثير بالطبيعه، كثير صعب نعرف شو بدنا نستعمله، لانه خصوصا اذا كنا عندنا فيولا برا فيها جرين حيبين لون فيك، ما حيبين انه نحن بنعرف لون طبيعه، ما لنا لون واحد، هي عده ديجراداسيون يعني من الالوان. فاذا نقينا نحن لون حيكون كثير غلط، فبنفضل نستعمله كمان باكسسوار، مع انه هو بيريح كثير يعني وبيخلينا نحس انه سيف مثل ما قلنا بالبراون. تري بيان. في عندنا لون تالي هون هودي التابليت عم تشوفها ديجرادي. اوكي. اليالو كمان بعد ما كثير عم نتقبله كثير قوي، لانه بس لون كثير حلو. اذا عملنا له كومبينيشن مع البينك مع البلو كمان كثير حلو، مثل ما عم نشوف هون حاطين الفلاورز او الكوستان كاكسسوار. حلو كثير. كمان فينا نشتغل فينا نستعمله بالدجري اللايت منه، يعني الاصفر الفاتح كمان كثير بتعطينا هيك سانشاين، نحس هابينس يعني. اكيد ومزجوا مع الالوان كمان مزبوط مثل ما عم نشوف مع البلو بطريقه كثير حلوه. مزبوط. هون الباز جراي او بيج وعم ندخل هذا اللون. تري بيان. في عندنا نصيحه اخيره رند؟
نصيحة أخيرة إنه لما بدنا نشتغل مش بدنا نفكر بس باللون اللي إحنا منحبه، بدنا نشوف إذا هذا اللون مناسب، لأنه في كتير ناس بحبوا ألوان فبيشتغلوا كل شيء أحمر مثلا، ما حيكونوا مرتاحين بعدين. خبيا ميرسي بوكو لك راند، وأكيد المشاهدين راح يكون عنا جولة أخرى نحكي فيها عن الديكور عن الألوان وكل الأشياء اللي بتناسبكم. مكملين معكم ببيروت، راح نروح على فاصل لرجال ما تروحوش بعيد. تفضلوا، الشميز اليوم مش ضابط أبدا، تفضلوا. ومتابعين بفقراتنا
وبصرنا هلا نستقبل ضيفتنا خبيره التغذيه ليا حلو اللي عاده بتطلع علينا كل نهار تنين، ولكن استثنائيا اليوم موجوده معنا لانه كنت مريضه. الحمد لله على السلامه ليا. شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. ليا كل اسبوع بيكون عندنا موضوع جديد وطبعا هيك بنفيد المشاهدين فيه. اليوم عن شو رح نحكي؟ اليوم رح نحكي عن شيء لانه هلا دائما بالصيفيه بيطلع على بالنا يمكن ناكل بزورات، ناكل شيبس. رح نشوف اليوم نانسي كيف الطريقه الصحيه الاكثر نضل نتناول هالبزورات وهالشيبس بس بطريقه صحيه، خاصه انه يمكن كمان ظهراتنا بتكتر عزايم عند اصحابنا والا ما هيك نستحلي. مزبوط. اوكي عم شوف في انواع كثيره قدامك. مزبوط. بدك تذوقي كثير نانسي. جعانه كثير جعانه ترم الغدا مثل ما بيقولوا. اكيد جعانه. اوكي رح نبلش نحكي اول شيء عن كل شيء البزورات الناتس. رح نحكي اجمالا شو عنا الناتس. الاكثر شيء بنلاقي منها نية الناتس ان كان هون او بالدول العربيه اللي اكثر شيء مستخدمه. نعم. وهي اكثر شيء صحيه، يعني كل شيء الناتس رح نحكي عنه منيح للقلب، منيح كل شيء فيه انتي اوكسيدنتس، كثير فيه ماده السيلينيوم والفيتامين اي يعني. أوكي. هي بنعرف من قبل بمره السيلينيوم والفيتامين اي انه هي كثير منيحه للشعر، كثير منيحه للجلد، للبشره كمان، بتفتح الشرايين، يعني هون بنكون عم نستفيد بالناتس. اوكي الكميات بتختلف من مزبوط. من نوع لنوع. هلا مثلا اذا مثلا بلشنا خلينا ناخذ مثلا ماكاديميا ناتس. اوكي الماكاديميا ناتس مثلا اكثر شيء عاليه بالوحدات الحراريه اذا بدنا نقارنها لخيرها من الناتس. اول شيء لانه اذا مثل ما بتشوفي حجمها اكبر، يعني بتحسي انه اصلا بدك تاخذي كميات اصغر منها. صحيح. اجمالا اذا بدنا نحكي عن الناتس بدهم يكون تقريبا بين ال 100 وال 200 كالوري وقتها بنكون عم نحكي بيتراوحوا. الماكاديميا ناتس بتروح على ال 200 203 205 كالوري. الكميه قد ايه بتكون عاده؟ الكميه يعني تقريبا قد هون تقريبا شي سبعه مثلا الماكاديميا ناتس بنكون عم نحكي بهالكميه. ايه بس 200 كالوري مش هينين. ايه مش يعني هينين. ايه اكيد. اذا بتفكري اكلت شوي منها اكلت شوي من شي ثاني بس افضل مما تكوني عم تاكلي اشياء يمكن مخبى فيها الوحدات الحراريه ومنا ابدا مفيده او عم تاخذيهم مقليين. صحيح. هون عم نحكي ناي كيف اذا عم تاخذيه مقلي يعني. بس هون انه لنلفت لانه في مرات بيفكروا انه اوكي بحق لي بصيروا بياكلوا من هيدي بياكلوا من لوز بياكلوا جوز. لا لازم نشكل بس انه بتكون تقريبا قد مسكه الايد، يعني بتكوني مثل كانه كمشه اكزاكتلي هيك هالقد بتكون. البندق مثل ما كنا بنعرفه كمان هون عم نشوف البندق، كمان البندق مثل الماكاديميا ناتس كثير صحي فيها ناخذ فيه اكثر شوي من الماكاديميا لانه حجمه اصغر. اوكي وشو الفوايد تبعه؟ الفوايد كمان كل شيء للشعر، عم تحكي كمان بال بندق كثير عالي بالالياف، سو كمان بنعرف نحن الالياف كثير منيح للهضم، سو كمان بنكون عم نستفيد منه. أوكي. يعني هلا بنحكي بنكون ان جنرال عن كل وحده كمان. انا احسن شيء بحبه يلي اكثر شيء بحبه اللوز. اللوز. اللوز مثل هو والفستق الحلبي بيربحوا كل النطس. يعني هن الاكثر شيء هيلثير، يعني هن اخذين مثل بدك تقولي جولدن جلوب نمبر 1 ونمبر 2 حاملين الكيس. اللوز بدي اشير على شغله كثير مهمه باللوز، ايام نكون قاعدين بالمطعم بنشوف مثلا لوز بحطوا لنا اياه مع ثلج ومي. صح. بتحسي القشره شوي صارت مثل ثقيله يعني هيك سميكه، بتشيليها وبتاكلي اللوز. بدي اشير هون انه القشره هي اهم شيء باللوز. يعني أوكي. اهم شغله بنكون عم ناخذ فيها باللوز هي القشره، غير انه عاليه بالالياف كثير عاليه بالانتي اوكسيدنتس والبوليفينولز اللي نحن بحاجه لها، يلي هي بتعطينا نص فوايد اللوز، يعني اذا شلناها بلشنا نشيل الفوايد. عم نشيل من الفوايد تبعها. مظبوط. طب ليه اي اثبت انك تاكليه منقوع بالمي ولا تاكليه هيك؟ ما بتفرق، فيك تاخدي هيك فيك تاخدي منقوع بالمي، بس بالمنقوع بالمي لانه عندك تندنسي انك تشيل القشره فافضل تاخدي هيك لانه هون اكيد ما فيك تشيل القشره كثير صعبه لانه بنكون مجفف. اوكي هلا بالنسبه للجوز. الجوز عنده اوميجا 3 كثير عالي فيه، يعني هن كلهم فيهم بيحتووا على دهون غير مشبعه، ونحن بنعرف انه الدهون الغير مشبعه نحن بحاجه لها، نحن بحاجه بنهارنا من 20 ل 30% من نهارنا يكون من هالفاتس اللي هن الدهون الغير مشبعه اكيد. اوكي والاوميجا 3 كثير عالي بالوالنتس بالجوز، سو كمان مستحب كثير انه نكون عم ناخذ من الجوز. اوكي كمان ما حكينا على الكميات، الكميات مثل ما قلتي كلهم بيكونوا كمشه وحده بس تقريبا، مثلا اللوز فيك تعتبري لا اكثر، اللوز أكتر. مثلا عندك 20 25 بتبلشي تحكي عن السناك او بدك تحكي مثلا الحصه الوحده من الفات، يعني هي تقريبا 28 جرام او اقل اكثر شوي. اوكي وهون كمان كثير مهم نعطي الاولاد الصغار كمان نعود
بدهم على الاشياء بدل المكسرات أكيد. اللي بيكونوا موجودين بالاسواق وسولتد كمان انت يعني مش بس انه عندنا مشكله المقالي، مشكله الدهون المشبعه، مشكله الملح، في حتى منهم بيزيدوا لهم سكر. بتشوفي مثلا في كاراملايز نوتس مثلا الماكاديميا بتشوفي عليها كراميل او اللوز صحيح. بيبقى كراميل او معمولين على جبنه مظبوط على حاطين لهم نكهات يعني اكزاكتلي سو هيدي يعني ما خلصنا من المقالي عندنا 100 شغله غير نعتل همها. سو هون بالنهايه عم نكون عم ناخذ المنافع وبذات الوقت عم نتسلى ونكون عم ناخذ ان كنا صغار او كبار. أوكي. هلا البورشن سايزز انا قصدت حطهم قصدا بالتابر ويرز، هو اللي انا بحب استعملهم دائما لانه هيك بتعدل البورشن سايزز اللي عندي كيهون. ما بتكون يعني ما فيك تكوني مثلا جبتي كيس البزورات وعم تاكلي من الكيس. صحيح. دفنتلي رح تكوني عم تاكلي اكثر مما تكوني انت اخذ البورشنز اللي اصلا بتحق لك. بتكوني عم تشوفيها قدامك لكميه غير انك عم بتشيلي من الكيس ومانك منتبهه. هلا في النتس البرازيلي اذا بدك بنحكي عنه، رح نضويك منه لا مش كل الناس بيعرف النتس البرازيلي شو هو هيدا؟ النتس البرازيلي بيشبه اذا بدك البيناتس اللي نحن هيك بنعرفه، بيجي شوي اكبر مثل اذا بدنا نشوف هون. طيب كمان كثير صحي، والحلو بالنتس البرازيلي هي انه كثير منيحه للرجال، الرجال اللي عم بيسمعونا رح ينبسطوا فيها، انها بتحارب البروستيت كانسر. سو هي كانت كثير غير المنافع اكيد يلي كل النتس عندهم اياها، هي بتحارب كانسر سو كثير منيحه للسرطان. بين اللوز وبين شيء ثاني ما عم بعرف طيبه شي. انا حبيتها كثير طيبه كمان طيبه كمان نيه. البيناتس اذا بدك نبلش نحكي البيناتس كلنا بنعرفه، بيناتس كل شيء بناخده وين ما كنا بحيلا مطعم اول شيء بحطوا لنا البيناتس. بحب بشير انه البينات از نوت نوت، يعني البيناتس منه هي مكسرات، البيناتس هي لجيوم. اوكي يعني هي بارتي من بدك تعتبري اللاجيومز اللي هن مثلا بتعتبري مثل البطاطا مثل غيرها، ما لنا هي معهم، يعني هي مثل صحيح اسمها بيناتس يعني الاسم يمكن بيشخشبنا انه ناط بالاخر. اول مره بسمعها هيك المعلومه على فكره، بس ما كان عندي هي لاجيومز وهي خبر. والبينات بدنا ننتبه لها شوي انه المنافع تبعها شوي اقل من غيرها، لانه اول شيء كثير معقول تعمل حساسيه، في كثير عالم بنعرف انه عندهم حساسيه على البينات. وثاني شيء كمان بيقدر كثير فيها يكون توكسنز وشويه مواد من وقتها يصنعوها. سو يمكن اقل شيء لها فوائد هي البينات سليم. يعني نجرب نخفف قد ما فينا منها. ناخذ من غير اشياء. ناخذ من غير اشياء، اوكي، في عندنا الحلبي اوريدي حكينا عنه مثل غير المنافع، زيت الشيء كمان كثير منيح للشعل، فستق الحلبي كمان فينا ناخذ كميه اكبر لانه اكيد حبته اصغر، سو بنكون عم ناخذ مثلا تقريبا 30 حبه فستق حلبي. وبحب شير كمان على شغله قبل ما ننتقل على غير اشياء، الفستق الحلبي فيه كمان بيست منه، مثلا البينات بنعرف البينات باتر. صح مظبوط. كمان الفستق الحلبي فيه فستق حلبي بيستاشيو بيست. ولا كيف تاكلي مع زيت الشيء مثل البينات باتر، هلا بنعطي مثلا البينات باتر في مثلا هيك تبس كيف فيك تستعملي، فيك ساندويتش او فيك تجيبي مثلا توست. صح. بتمرحي عليه بينات باتر. التوست اكيد مفضل يكون قمحه كامله هيك بتكوني عم تاخدي سناك هيلثي، بتحطي عليه شويه موس وشويه قرفه فوقهم، سو هيدي بتكون ذا بيرفكت سناك تقريبا 200 ل 250 كالوري. بس شو يعني اكلتي ديسير ما فيه سكر وهالشبع اكيد لاولادنا مثلا بيكون بدل ما عم ياخذوا تارت او حيلا شيء فيها كثير شوجر وكراميل. بيتقبلوا طعمته طيب؟ كثير طيب البينات باتر كثير يعني هو مشهور ومنه شيء جديد. مش البينات باتر عم بحكي عن البيستاشيو، كثير طيب البيستاشيو. وفي كمان نانسي شغلتين غير عندنا الالمند باتر وال دقت هذيك المره على فكره الالمند باتر وعندنا الكاجو باتر كمان سو عندك الكاجو الالمند هول كمان زيت الشيء وطعمه يمكن بعد اطيب من الالمند من سوري البينات. هلا تقريبا ملعقتين كبار هي البورشن سايز اللي نحن بدنا اياها المناسبة. تقريبا بتتراوح 188 وحدات حراريه لا تقريبا 190 بس أوكي. انت ما رح تحطي ملعقتين كبار على مثلا السناك اللي عم تاخذيه. مثلا ليتس سي ناخذ فكره ثانيه، مثلا اذا عندنا بوب كورن وبناخذ اير بوب بوب كورن نانسي، يعني ما بده يكون ولا بزبده ولا بزيت. اوكي بالمي معمول بالمي إيه. صح، او اير بوب بتجيبيه بالمايكروويف بتحطيه بيكون محطوط عليه لايت اير بوب. شو بتعملي؟ بتجيبي ملعقه بينات باتر بتخلطيها بالبوب كورن وبتصير طعمتها بوب كورن على بينات باتر او الباتر اللي بدك تستعمليه الغير يلي حكينا عنه. سو هيك بتكوني استفدتي نانسي، ما اخذتي مثلا بوب كورن على كراميل، ما اخذتي بوب كورن على شوكليت، يعني ما اخذت السكر بذات الوقت عملتي له فليفرينج لهالبوب كورن يلي عنا اياها. حلو كثير، اوكي رح نتابع كمان مع الاشياء
الموجودة هو الستيل التشيبس قدامك غريب عجيب. التشيبس رح نحكي رح يكون كتير شيء اوريجينال ويمكن العالم بعد ما أنا سامع فيها. سو رح نحكي عن تشيبس. أول شيء تنحكي جنرال ثينج على الكلون، كلهم ما فيهم ارتفيشال سويتنرز، يعني ما في شيء مواد حافظ عليهم ولا حتى النكهة منها من زيادة ارتفيشال، يعني كله طبيعي، ما في شيء اصطناعي عليهم، ما في شيء بيضر. الترانس فات اللي هو الدهون المشبعة بس اللي بتكون موجودة بالتشيبس اللي كتير بتضرنا ما أنا موجودة. حلو. زيرو بيشتغلوا عليها أنا ما تكون موجودة. والجي أم أوش يعني كل شيء جينيتيكلي موديفايد، يعني مثل ما بنعرف ما بيبقى أورجانيك، بيبقى قصص مثلا معمولة، كمان ما أنا موجودة. يعني هون عم نحكي طبيعي 100%. أوكي. وقدي الطعمة طيبة رح نحكي. مثلا ننسي رح تدقي لنا أول نوع تشيبس وبدك تشوفي لنا شو معقولة تكون الطعمة اللي حسيتي فيها. أول شيء طيب. خلينا هيك بأول مرحلة. كتير طيبة بس ما بعرف شو هيدا. أول تشيبس ننسي على عدس. عدس؟ هو تشيبس معمول من عدس والملح اللي فيه كتير كتير قليل، وبيستعملوا هيمالينيان سولت، يعني السولت اللي بيجي أصلا فيه أحسن من السولت اللي بنعرفه عادة، والوحدات الحرارية فيه كتير أقل، يعني بتتراوح بدك تعتبري كل التشيبس اللي قدامنا من 130 ل 140 بكل تقريبا بول مثل ما نحن شايفين. ماشي. يلي هي ماشي. لا وكتير طيبة على فكرة. مش ما فيها طعمة عدس، يعني هلا العالم يمكن تتفاجأ انه عدس بس انه ما فيها طعمة عدس. خلينا نذوقك شيء بعد اوريجينال اكثر. اذا بتشوفي لونه اول مرة يمكن بنشوف تشيبس لونه هيك روز. سبقت الكاميرا من ملحق لي. يمكن هذا غريب. ايه بين مالح شوي وشوي حلو سكر. بس ما بعرف شو هذا اللون الروز يلي هو نانسي الرمان، هو تشيبس على رمان. تخيلي قد ايه يعني شيء اوريجينال وبنستفيد كمان من منافع الرمان. حبيت. اوكي. هلا فيني اذكر كمان انه كل وحده من التشيبس بتاخده مع شيء دب هيلثي، مثلا لتسي لنتل اول شيء اللي هو العدس فيه بتاخد كثير طيب مع الحمص الطبيعي يعني بناخده، فيك تحطي الحمص الطبيعي. مثلا البوميجرينيت يلي الرمان كمان فيك تاخديه مع بوميجرينيت صوص بصير سويت، بتكوني عم تلعبي سويت اند ساور هون. بعد عنا دقيقة. بعد عنا دقيقة. لا بدنا ندوق بسرعة إذا بعد عنا دقيقة. ذوقي لنا هيدا نانسي. أوكي. أوكي، هيدا الشيبس هو على كينوا. أكيد كثير بنعرف منافع الكينوا وقد إيه الكينوا هاي بروتين. سو هيدا على كينوا تشيبس، بنكون عم ناخذ كمان المنافع اللي بدنا اياها، واللي عندهم سكري كمان بيقدروا ياخذوها بشكل احسن لانه الكينوا احسن من البطاطا، لو جلايسيميك اندكس. واخر نوع يلي هو احترت نشوف اذا بعد معنا يمكن 30 ثانيه. ما بعرف. هيدا على حمص توميتو بيزل، يعني الطعم توميتو بيزل وكل شيء ناتشرال توميتو بيزل. اكيد طوشته ومعمول من حمص. والقرقشه. وقرقشه. وبحب اذكر نانسي بس قبل ما نختم انه هولي كلهم جلوتين فري، يعني كلهم ما فيهم قمح، اللي عنده الرجي على القمح او ما بياخذ عنده سيلياك ديزيز او حيلا امراض للحساسيه بيقدر ياخذ هول التشيبس وبيكون ضميره مرتاح. واهم شيء بنلاقيهم بالسوبر ماركت عادي؟ ايه بنقدر نلاقيهم بالسوبر ماركت، هلا صاروا عم بيتكاتروا، انا جبتهم من السوبر ماركت هون بلبنان وصاروا عم بيتكاتروا كمان بالدول العربيه. شفتك حاطه تفاحه وجزر كمان. جزر بس لانه هدول مع البينات باتر او حيلا نوع باتر بنقدر ناخذهم مع الفواكه ومع الخضره. يعني بيقدر اللي عنده سويت توث مثل ما بيقولوا بيقدر ياخذ فواكه مثل التفاح، الانجاص، البنانا، واللي لا بيقدر ياخذهم مع جزر البينات باتر او الكاجو باتر او يلي هي. ثانك يو ليا، ميرسي كثير على هالنصايح المفيده يلي اعطيتينا اياهم اليوم. اكيد تشيبساتك باقيين انت فيك قالت روحي. ميرسي كثير ليا. ثانك يو. مشاهدينا رح ننتقل الى خبر اعلنته كريستينا اجيليرا على تويتر، غردت وكريستينا اجيليرا يلي بتبلغ من العمر 33 سنه، قالت انها فخوره باستقبال طفلتها الاولى يلي سمتها سامر رين. Sometimes I get a good feeling, yeah. رزقت كريستينا أغيليرا بطفلتها الثانية وأسمتها حسب ما كشفت في تغريدة نشرتها البارحة عبر صفحتها على تويتر أنها فخورة جدا لاستقبال ابنتها الجميلة سامر رين راتلر إلى العالم. I just gotta tell you right now that
أجليرا 33 عاما وشريكها ماثيو راتلر كانا قد أعلنا في أذار الفائت أنهما ينتظران بنتا، وهذه هي الولادة الثانية للنجمة، إذ لديها طفل يدعى ماكس من زواج سابق ويبلغ من العمر 6 سنوات. يذكر أن ماثيو يعمل كمساعد في إنتاج الأفلام، وأبرز ما عمل عليه كان أفلام مثل The Proposal و Grown Ups، وهو عازف جيتار محترف. من كريستينا أجيليرا مكملين معكم، ونصل لموضوعنا الرئيس لليوم. طرحنا عليكم سؤال على كل حساباتنا على شبكة التواصل الاجتماعي: هل الحظ يخلق معنا أم نستقطبه ونصنعه؟ كل الناس أكيد كان عندها خيار الإجابات. شفنا يمكن النتائج الأولية على صفحتنا على الفيسبوك، والأغلبية كان 66% لا يخلق معنا، أما على حساب www.rotana.net/ببيروت كان العكس، كانوا الناس بيقولوا بأنه يخلق، بالعكس أنه إحنا نصنعه ونستقطبه ولا يخلق معنا. هيدا هو موضوعنا لليوم. كل شيء بيصير بحياتنا أكيد نربطه إحنا بالحظ. عندي حظ، ما عندي حظ، حظي حلو، حظي منيل، هذا الحظ اللي بيتحكم بحياتنا بقراراتنا وتحركاتنا. هل فعلا نولد معه أم نصنعه؟ الجواب راح يكون أكيد ونلقاه مع الأخصائي في العلاج الإيحائي فؤاد نهرة. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك جلال. في الأخبار؟ تمام. تبع؟ مبدئياً حظي حلو بما أنه أنا اللي حظي حلو اليوم. الله يخليك. مع رجعتي بيكون معي فؤاد، هذا شيء كثير حلو. الله يخليك. طيب فعلاً هيدا السؤال يمكن الناس عم بتضيع فيه. في ناس بتبرر بتقول لك كل الناس الفاشلين بيقولوا أنه ما عندي حظ، والناس الناجحين بيقولوا معي حظ. شو الموضوع؟ ما هو قلة الحظ بتجيب قلة الحظ، وكثرة الحظ بيصير الإنسان مشجع إنه يرجع يجذب الحظ لإله. بس هي it's all about a mindset، يعني طريقة تفكير معينة. نكون منفتحين، نكون عم نسمع، عم نشوف، عم نحس الأشياء، عم نروح صوب الآخر، وعم نشوف شو اللي بيناسبنا من هالopportunities الموجودين قدامنا. طب إحنا محظوظين؟ كلنا متساويين في الحياة؟ كلنا عنا هالحظ مرفقنا، بس هل يا ترى نحن منشوفه أو لا؟ عملوا تجارب برا وحطوا مصاري على الأرض وصوروا، في أشخاص تمشي مثلا حد هالفلوس اللي بالأرض ما تلمها، وفي أشخاص تنتبه عليها وتلمها. حطوا كاميرا، حتى بسكوتلندا عملوا اكسبيرينس، حطوا يمكن رح نحكي عنها لاحقا، بس انه حطوا كلب لاكي دوغ كشخص بجنينه، فصاروا هالناس يقطعوا ويحطوا ايدهم على اللاكي دوغ. في ناس مثلا ربحت باليانصيب، ناس التقت بالحب تبعها، يعني حب حياتها الى اخره. ارجعوا هيدا الموضوع عملوا ريليتد للكلب. اكزاكتلي. بس اتس اول اباوت المايند سيت. طيب اي هيدا هو الكلب، هيدا اللاكي دوغ، فالناس عم تقطع و اكزاكتلي. وبعدين بعتوا صحفيه سالوا بال يعني بالمحلات، قالوا لهم مزبوط بهالحديقه فيها الكلب؟ صاروا الناس قالوا لا، بس رح نروح نجرب. اوكي. فراحوا جربوا وشافوا انه عم بيزدهر شغلهم، محلاتهم عم يعني فهالشيء صار مثل افي بلاسيبو بسموه. اوكي. يعني افي بلاسيبو. حلو. على العالم. طيب كيف الواحد ممكن يشتغل على حاله لتحقيق هيدا الحظ او استقطابه، او شو بيعمل؟ في فورمول هيك عجيبه غريبه، هي يعني لحتى واحد يصير ياخذ الاوبورتونيتيز بده بحد ذاته هو يكون اوبورتونيتي لغيره. يعني لحتى شخص اخر يساعده او يقدم له شيء بده يقدم شيء لغيره يكون اوبورتونيتي لحدا ثاني. حلو. فهيدي بتصور اول ستيب ممكن الواحد يتجه فيها نحو الحظ. يعني طيب قبل ما نربح باليانصيب لازم نشتري البطاقه. اكزاكتلي. ونعبيها. طيب الحظ الى اي مدى يتعلق بالخيارات اللي احنا بنقوم بها؟ هلا ما في شك انه مطرح ما نحن بنكون بياثر كمان على الحظ تبعنا او لا، اذا الوضع تبع البلد اللي عايشين فيه بيساعدنا او لا. اكيد شخص عايش مثلا بالخارج ببلد راقي في اوبورتونيتيز اكثر له، في اوبورتونيتي اكثر، بينما الانسان بيقدر يخلق هو الاوبورتونيتي تبعيته. وحتى في نظريات بتقول انه تحتنا كلنا في ذهب بالارض، علينا نحن نحفر لحتى نشيل هالذهب.
هلا في ناس قعدت سنين بتحفر ما لقت شيء، وفي ناس صحيح. من اول خبطه من اول. هلا كمان في شيء بيسموه الشيما فاميليو، يعني شو تربينا، اي طرق تربينا فيها، وها ممكن نحكي عنها بحلقات جاي كيف الانسان بيقدر يطور عقله لحتى يقتنع ثقافيا حتى ماليا، او يفقر بنفس الوقت اذا كان كمونتال كفكر او كصحه كمان ممكن الانسان يصير مريض اكثر. استغلال الفرص هي ثقافه وتربيه طبعا. فيك تحط نفس الشابين بمكان في 60 كيلو ذهب، واحد ما بيعرف ينقبه، الثاني لانه طلع عنده هالاويرنس هالوعي مزبوط واعي فممكن يعرف يطلعه. صحيح. فالحظ ريليتد لكل شخص ولا طريقه تفكيره أكثر من إنه يابا جاي هالحظ من برا. في عندي قصة صغيرة إذا معنا وقت. أكيد تفضل. في المنطق والحظ ماشيين بالسيارة. أوكي. طالعين على الجبل، السيارة عم بتحرتق شوي وأذن قطعت السيارة فيهم. نزل المنطق قال له بدنا نتلفي لجراجيست يجي يظبط هالسيارة. الحظ قال له لا رح نجرب نحن نظبطها. قال له المنطق لا هي مش شغلتنا، لازم جراجيست يجي يظبطها. إجا الليل وعتمت الدنيا. قال له الحظ يعني بدنا ننام لبكره نشوف اذا حدا بيقدر يشيلنا من هالهيدا الجبل ونوصل على المدينه. قال له المنطق اذا نحن رح ننام تحت الشجره هيك اذا شتت بنكون بامان. قال له الحظ انا رح ننام بنص الطريق. قال له طب كيف ما اذا اجت سياره بتخبصك؟ قال له مثل ما بدك. نام الحظ بنص الطريق والمنطق نام تحت الشجره، اجت سياره مسرعه جدا جدا جدا، ولحتى تتفادى انه تقتل الحظ فاتت بالشجرة وقتلت المنطق. فإذا عبارة من هالشيء علينا نحن نرجلج بين الحظ والمنطق تبعنا لحتى نقدر لا ننام بنص الطريق ولا تحت الشجرة نقتل. طيب شو بيعمل الواحد ليعرف انه هو محظوظ او لا؟ بيقيس على الانجازات اللي عملها، بيقيس على احداث سابقه. هلا هون بنرجع بجرب ينام بنص الطريق، شو بيعمل هون؟ بنرجع على الايبنوز وبنرجع على اذا بدك علم النفس، لانه في لايرز بعقلنا الباطنه هي بتحدد نوعا ما الدايركشن تبعنا. شور بالايبنوز شاكيرا از انوين مي ناو، نقدر نفوت على العقل الباطنه ونعدل كم اشياء، لانه في اوقات يعني اكسبيرينس بالحياه بتعمل انه بنقول ما عندنا حظ وما مش الحال، وحدا تاني بيقول لنا ما عندك حظ فمنصدق، وحدا تالت بيقول لنا ما ابني مش محظوظ، فبيزيدوا هاللايرز فوق بعضهم، بصير العقل عم بقول مزبوط انا ما عندي حظ، فاذا بعقلنا عم نغير الاشياء اللي حوالينا وعم نستوعب افكار مش لنا. صح. فلازم نعمله انه نفضي بالنا ونعدل بالاشياء، نعدل بافكارنا. هلا اكيد بنقدر نعملهم لحالنا، لما نشوف الشغله بنوصل على 50% من التعديلات، او فينا نعمل مثل ما الطريقه اللي بستعملها اللي هي الايبنوسس ممكن تساعدنا انه نصغر او نمحي هالاكسبيرينس اللي زعجونا بالماضي. طيب فؤاد، الحظ هو عباره عن مشاعر مثل اي مشاعر ثانيه موجوده هي بالحياه؟ emotions. اكيد هي ايموشنز وهي اكشنز. اوكي. مرة كنت عم بتعشى بباريس مع صديق لإلي انتربرنور ومتعهد حفلات كبيرة، ما حاذكر اسمه، ولكن جاب سيلين ديو على دبي لحتى ما ننحسه على حظه. قلت له حظك حلو يعني جايب سيلين ديو على دبي، واو اميزنج. قال لي فؤاد مش حظ، انا استأجرت مكتب حد مكتب سيلين ديو او حد روني جوزة عبكره الظهر وعشيه عم بلتقى فيهم قهوه طالعين بالاسانسير نازلين بنفس. قال لي ما مش حظ، هيدي اكشن عملتها. فقلت له اوكي جريت. وعدد من الاشخاص كمان بلتقى فيهم بخبروني كيف نجحوا وليش نجحوا وشو الستيمولوس يعني اللي، فبيبين من كل هالامور انه اوكي في حظ ممكن، بس في كمان 90% شغل. طبعا اكيد اكيد. وحتى الناس اللي بيقول لك انه انا كنت محظوظ شفت فلان او كنت محظوظ قابلت فلان غير لي حياتي، ما هو الحظ انه انت تواجدت بالمكان الصح بالوقت الصح. اكيد اكيد. ممكن نتعرف على شخص نفيده بشيء مثل ما قلت من شوي، نكون اوبورتونيتي لحدا ثاني، على الشخص الثاني يعرفنا على شخص ثالث، الشخص الثالث يفيدنا مش الشخص اللي، فا اتس كايند اوف نتورك. هو الارض اللي نحن عليها، الناس اللي بنلتقى فيهم والاتيتيود تبعيتنا هي يا بتخلق الحظ يا بتبعده. صح. في ناس بتبعد الحظ عنا بشكل مش طبيعي وبتمرض
وبتزعج الناس اللي حواليها. وفي اشخاص لا، لما يفوتوا على مطرح معين بيخلقوا جو معين، بيغيروا الفريكوانسي تبع مطرح ما هن موجودين، وبيخلقوا حظ، بيخلقوا اوبورتونيتي لالهم ولغيرهم. الشباب كاتبين لي كوت للدكتور ارنولد ديماير في كتابه منطق الحظ، بيقول الحظ مجرد لعبه تخضع لما يتخذه الانسان من قرارات تحقق مصالحه وتجعله محظوظا. اكيد اكيد، لانه في سيتويشن معينه نقدر نحن نعدل فيها انه ناخذ منا الاشياء اللي بدنا اياها، بس بنفس الوقت لحتى نرجع نخلي هالتوازن نرجع نعطي منا. طيب باختصار، عندما تجتمع هالقرارات الايجابيه وكل هالفولونتي اللي انا I have to do this, I have to get this، راح اجيب هيدا الشغلة، I want, I will. هون يكون خلقنا الاتموسفير للحظ الحلو. Exactly, exactly. الحظ اوقات ممكن يزبط معنا هيك، بس نحن بنفتكر انه زبط هيك، لانه بعقلنا الباطني بيكون اشياء معينة تبرمجت او حابين انه نحصل على اشياء معينة نوصل لها. بعطيك مثل صغير، يعني بيكون شاب وصبية ماشيين قدام محل، الصبايا بتعرف بيحبوا يتفرجوا على جزادين، على سكربينات، صح ولا لا؟ يمكن الشباب ما بيطلعوا، فإذا البنت كانت واعية بنظرها وبسمعها وبإحساسها وبالشيء اللي بدها إياه وشو صاحبيتها قالوا لها إنه هيدا المحل عامل بروموشنز إلى آخره، كانت بمايند سيت كله عامل إنه حظ إنه قطعه قدام هذا المحل وتذكرت كل هالأشياء. حلو. بينما الشاب يلي ما بيهمه هالشيء قطع هذا المحل وبل انزعج إنه كيف وقفت. فإذا 90% من الحظ هو مايند سيت، هو طريقة تفكير معينة بنجذب الأشياء اللي بدنا إياها لإلنا، لأنه العقل هو مثل إيميتور ريسبتور، يعني بيبعت فريكونسيز وبياخذ فريكونسيز مثل الراديو، مثل موجات الراديو، فعلينا نحن نرجلج على موجات الحظ. طيب شو فينا نقول للناس اللي بيبنوا كل فشلهم في الحياة على الحظ؟ بيقول انه انا فشلت وما عملت شيء وكذا كذا لانه انا ما عندي حظ. اكزاكتلي، هلا في يكون مثل جاربج ان جاربج اوت، يعني انه نعتبر انه الحظ اذا ما زبط معنا شيء نقول حظي مش منيح، اذا كانت علاقه مش ظابطه حظي مش منيح، بس هو بالنتيجه في شخص اخر، بس في نحن كمان، ونحن بنقدر نعدل كثير بالاشياء اللي حوالينا. حلو. فبرجع بحكي على الايبنوسس يلي بنقدر نعمل اوتو ايبنوس، نرجع نرجلج عقلنا على موجه الحظ، نرجع نمحي، لانه كل الاشخاص اللي بلتقى فيهم ان كان مدراء اعمال او انتربرنورز ببالهم كثير اشياء فشلت، فشلوا عده شركات، الانسان بحق له يغلط طبعا، بس رجع بنى نجاح وما ارتكز بس على الحظ، ارتكز على الاكشن يلي بيعملها لحتى يحصل على ذلك. خلينا نشوف مع بعض فؤاد نتائج الاستفتاء اللي كان على صفحتنا على الفيسبوك مع بعض، وين وصل؟ عم بنشوف بانه الاجابه على صفحتنا على الفيسبوك انه الحظ يخلق معنا 73%، ونصنعه ونستقطبه 27%، هيدا على صفحتنا على الفيسبوك. خلونا نشوف على روتانا ويب سايت 74% عكس فيسبوك كومبليتلي، 74% قالوا بأنه إحنا نصنعه، و 26% قالوا فقط الحظ يخلق معنا. فوالا، عم نشوف لك أنا التباين بين آراء الناس. هلا بحلقة الماضي حكيت عن الخوف، الخوف قلنا إنه ما بيخلق مع الإنسان، الخوف هو الإنسان ببلش ياخذ صور معينة، الولد بحط إيده بالنار، الأهل بيجبروا له لا ما تحط إيدك بالنار، بلش يخاف من النار. نفس الشيء الحظ كمان نحن فينا نطوره بحياتنا ونجذب لإلنا الحظ بالأكشن، بالشغل اللي بنعمله، بشكل إنه نغير الاستفتاء ونحسن حالنا. لحتى نقول للناس هيك اخر نصيحه للناس اللي مش متشائمين، بس انه خلص اخذوها انه قناعه، انا ما عندي حظ، I'm not gonna step in باي شيء بالحياه. النصيحه اللي بقدر اقولها انه العقل بيعيش بالحاضر باليوم، الماضي مضى، فاذا يتنوا صفحه على كل هالباد لك او موفيز شانس، مال شانس، الحظ السيء، الحظ السيء، ويفتحوا صفحة بيضة جديدة مع الحظ الحلو وينتظروا الحظ الحلو، هون بيجي. حلو،
هيدا اللي احنا حابين نبعثه من خلال برنامجنا وهذه الفقره، انه الحظ فعلا نصنعه بايدينا، ومن كل الذبذبات الايجابيه اللي بنستقطبها في الحياه، واللي ما بيحاول وما بيجرب اكيد ما بيوصل. في ناس بيقول لك انه فلان فجاه صار نجم عالمي، اكيد ما قعد في بيته وناس دقت عليه في البيت هلو يو غانا بي ا ستار تومورو، اكيد عمل اجتهد راح الممثلين بيروحوا لمهرجانات سينمائيه بيقعدوا يعملوا كيو ثلاث ساعات ليشوفوا منتج مخرج. في شغل للنجاح طبعا، في ناس عم تجتهد، في ناس عم تتعب لتوصل. نعم. ما في حدا وصل بين يوم وليله هيك فجاه، واللي بيصل بسرعه بنعرف كلنا انه اللي بيطلع بسرعه بيوقع بسرعه. فا ثانك يو سو ماتش، ميرسي لك. ثانك يو لك، ميرسي. بنضل بما انه حكينا عن النجوم وشهرتهم، بنشوف ديمي لافاتو شو صار فيها، لماذا عملت انفولو لصديقتها الانتيم سيلينا جوميز. في الثاني من تموز الماضي وبعدما كانتا اعز صديقتين، قامت ديمي لوفاتو بانفولو لسيلينا جوميز عبر تويتر، وذلك حسب ما تردد بسبب رغبة ديمي بالابتعاد عن دراما جاستن بيبر في حياة سيلينا. ومع ذلك لم تصرح ديمي منذ ذلك الوقت بأي كلمة. الجديد حلو لوفاتو ضيفة على برنامج Watch What Happens Live، وخلال الحوار كانت تملك النجمة 5 فرص لرفض 5 أسئلة، لكن حين حان وقت سؤالها عن سيلينا كانت قد استخدمت كل فرصها، فأجابت ردا على سؤال حول الأنفولو التي خضت جماهير النجمتين: سأختار أن أستخدم فرصة سادسة لعدم الإجابة إذا كان هذا ممكنا. أعتقد أن ما حدث هو إحدى تلك الأمور التي تقع حين يتبدل الأشخاص ويفترقون. لوفاتو وغوميز تبلغان من العمر 21 عاما، وهما صديقتين منذ أكثر من نصف عمرهما، وكانتا بجانب بعضهما البعض في عدة مواقف، فهل تصطلح الأمور بينهما لاحقا؟ I love the music لسيلينا غوميز. فوالا دونك هذا كان الانترناشونال نيوز. رايحين على فاصل، من بعده راجعين لنحكي شويه عن الاكل لا بيتيت ميزون، هيدا المطعم الراقي جدا الموجود في كذا عاصمه عالميه، بان فرانس بفرنسا بدبي، موجود بلندن ببيروت، وفتح ايضا باسطنبول ليتلي. راح يكونوا معنا، دائما بيجيبوا لنا هيك وصفات كثير حلوه ولايت وممكن تطبقوها في بيتكم، واذا كنتم موجودين باحدى العواصم الموجود فيها مطعم لا بيتيت ميزون اكيد فيكم تروحوا تجربوا، لانه عن جد عندهم ريفايند كويزين وشيء كثير حلو ومميز. هيدا كله في انتظاركم بعد لحظات من الاعلان، راجعين تفضلوا. تبعت ببيروت لبتيت ميزون، دايما معودين على التميز وبكل شيء بيقدموه ضمن دايما اجواء حلوه ومميزه. اهلا وسهلا بالشيف سليمان، عفوا هي ميسم عبد الخالق، عامل لي هيك ميسم عبد الخالق، واهلا وسهلا كمان بباب قطايا. كيفنا؟ تمام، ماشي الحال. شيف ميسم شو محضرنا لليوم؟ اليوم اكيد مثل ما معودينكم باللبتيت ميزون على طول، نحن حامض والبندورة، سلايسات بندورة مع حامض، صحيح، مع اوليف اويل، سبيساليتي اللي دائما بتكون موجودة هاي على كل طاولة، وعادة هن الضيوف او بيكونوا يلي بيهتموا بطريقة التقطيع بطريقة ال بالضبط. هلا في فيلينج هوم، انتم فيكم اللي بحب يقطع هو، اذا بحبه مساعدة اكيد نحن بنساعدهم. اوكي، ورح نقدم اليوم سيباس كارباتشو، معنا بيكل كيكامبر اللي هي الخيار المكبوس، في عندنا هون الخل الابيض مع جينجر مع تشيلي، في عندنا الصلصه فيردي اللي فيها الكورنيشون الكبيس الفرنسي الصغير الكابر اللي هو القبار،
في عنا في الاوليف اويل، في البارسلي، البقدونس، النعنع والحبق. اوكي رح نبلش، لكن اول شيء بالبندوره. اي اكيد، يلا بالبندوره الخاصه عندكم. وبعدين بنرجع بنحكي طبعا عن السيباس، شو الفرق بينها وبين غير مطاعم عاده بيقدموها للسيباس. شباب شو اليوم حضرنا؟ شو الدرينك او المشروب يلي رح نشربه اليوم؟ نانسي مثل ما بتعرفي بلابتيت ميزون احنا دائما بنهتم بزبون بصحته، يكون الاكل هيلثي ولايت. نعم. بقى بتجي لعندي للدرينكس، انا كمان بدي اعمل لكم اشياء لايت لحتى سهل وفريش. لايت وفريش دائما هيدا. اليوم حاحضر لكم شيء اسمه لاليزي، معمول من الجينجر اوكي والباينابل، فريش باينابل مع جاسمين تي. اوكي هيدا كتير بيسهل عمليه الهضم. اوكي بنبلش، لكن بنحضر الكوكتيل. قلت لي انت مسميه هيك لاليزي. عندنا اياه بلابتيت ميزون بدبي بلندن وببيروت. اوكي هو اسمه هيك جاي يعني. ححط فريش جينجر، بتعرف الجينجر كتير طيب. صحيح. بيعطي تاتش كتير طيب. بعمل لها شويه مدل. حزيد بعد الجينجر. باب اذا كنت انت هيك شي كوكتيل معين خبرني شو بتختار انت تكون كوكتيل، اي كوكتيل؟ يعني اذا بتسالي هيك سؤال لمرتي بتقلك بوب مؤلف من كوكتيل فيه شويه سكر، قلبي طيب انا. حلو. في جينجر مع شويه سبايسز، لاني هيك في شرشه جنون مع شويه عصبيه كمان. هيك شعطه يعني. سو يمكن اطلع مثل اللاليزي. مثل اللاليزي. اها. وشو شو بتختار له كوكتيل للشيف ميسم؟ للشيف ميسم فينا نختار طبعا بتحتكوا كتير مع بعض، بتقعدوا مع بعض، بتعرفوا هيك شوي دائما بننسق مع بعضنا كرمال نعطي دائما ال ايه. شو بتختار له اي كوكتيل؟ شو بتسميه؟ انا حبيت التوماتيني اللي عملناه هذيك المره. التوماتيني كان رائع، كان رائع. لازم يكون فيه شيء شوي هيك، فيه شوي شو بيقولوا، فيه هيك سبايسز كان. ايه هو ايه. اوكي هون شو صرنا حاطين؟ صرنا حاطين الباينابل مع الجاسمين تي، شوية سويت اند ساور لنعمل بالانس للطعمة. اوكي هحط له ثلج. بدك ترجع تحطه بالشيكر ولا طبعا لا؟ بدي اعمل له شيك لحتى يصير كومبينيشن مزبوط بين الطعمات كلها مع بعضها. ضروري. طبق البندورة هون لكن صار توميتو صار جاهز. بالضبط. رح ننتقل هلا نبلش بالسيباس. شو يلي بيميز السيباس عندكم عن باقي المطاعم؟ شو هيك لازم يكون في شي تاتش معينة بلابتيت ميزون؟ لابتيت ميزون نحن الكونسبت يعني الفلسفة تبعنا انه أول شيء الانجريدينتس فريش. اوكي. بلس البساطة البساطة بالمأكولات، يعني ما في عندنا سبايسز، ما في عندنا البهارات اللي بتطغى. بتحسي يعني بطعمة البيزل، بتحسي بطعمة أي انجريدينتس بتحسي بطعمته يعني. حلو، ما في شي بيطغى على الشي يعني. اكزاكتلي. هلا هيدي دائما بتستعملها. في كمان في رفقتك دائما هيدي السكين. طمنا. هي دائما بيهددني فيها كمان. اوكي باب اذا عم بتحضر كوكتيل يمكن لمجموعه من الاشخاص شو بتختار لهم؟ بقطع معي دائما بعمل بانشات بس نكون جروب. أيه. نحن قاعدين مع بعضنا مثلا. هذيك المره عملت بطيخه كبيره، عملتها بانش كثير طيبه، قصيتها عملتها على شكل سله. حتى هلا بالصيف طيب عصير البطيخ هيك. صح. بتحسه كثير فريش و بفرفح ريفريشنج كثير. صح. هلا هون ناسي هيدي صارت خالصه لليزي، حاعمل لها بس تويست ليمون عليها لتطلع الاروما كثير حلوه فيها. بدك تجربيها اكيد ما هيك؟ اكيد، هو اصلا هيدا لإلي الكوكتيل مش لحدا تاني. عم بتشوفي كيف عم بينزل. اوكي هلا هون بتحس يعني فيه شوية هيك حد مع بذات الوقت حلو، سويت اند ساور كأنه سويت اند ساور مع جينجر مع جاسمين تي. على فكرة بلال بحب كثير الاشياء الجينجر، لازم نعمل له وحدة، لازم نذوقه منها. ضروري نحضر. يمي كثير طيب. يشرب لحاله. قلت سمعتنا اكيد عم كثير طيب كثير، مش انه شو انه كثير. مش انه عم بمثل، مش انه عم بمثل على التي في يعني، عن جد كثير.
وكنت كثير شو بينا الحبات؟ عن جد بصراحة عليك تو درينكس هذيك المرة كانوا كثير طيبين كمان. قالوا لي الصبايا قالوا لي انه كنتوا عاملين اشياء كثير حلوة آخر مرة كثير كثير طيب. هلا هون ناسي حاعمل شيء انا رح نشوف الكوكتيل الثاني هلا رح اعمل شيء صيفي صيفي حيعمل شيء صيفي شيء صيفي ليه حطيتي هلا انه ميلون حيعمل شيء زي انا ولا انت انا ولا انت عصيرة سوري عم بطاكم بس عصيرة شيء صيفي في نكتة يعني عنا عند شخص فقال عم بيحكوا كذا هيك فعم بيقول العرق معروف عنا مشروب نهري عرفت انه بس هيدا اطيب ايه بقى هلا بلشنا عم بعدنا عم نحضر السيباس ثانك يو نانسي صحتين بيلو ميرسي بوكو انا بس هلا رح دوس هيدي بس بفتكر بدي وحده مثل بلال كمان يلا تكرم عيني جنجر عديني نانسي انا هون حطيت بلاك بيريز مع ميلون هيدا كثير سامبل هيدا انا عملته للصيفيه بلابتيت ميزون هيدا كرمال. اختراعك يعني ايه كثير سامبل وكثير طيب وخفيف شو سميتوه ميلون روج؟ ميلون روج ميلون لونه روج اوكي ملون لكن حطيت شمام شمام توت توت صح شو بتضيف له؟ حضيف له شوية ابل جوز هيدا سك يعني سويت على الحل منه ما في كثير ساور في شوية هيك البلاك بيري اللي بتعطي الطعم شوي هيك صح اوكي شيف وين صرنا نحن؟ هلا عملنا سلايسنج للسيباس السيباس اللي هي المعروفة اللقز الرملة نعم اوكي انا عم بعمل لكم كمان اميز بوش كم شخص معنا انت وبلال انا وبلال بس اوكي سوري سوري شباب اوكي حنحط الصلصه فيردي اللي هي الصلصه فيردي هي اسم ايطالي يعني فيردي بالايطالي من شو معموله قلنا حبق وبقدونس ونعنع كمان فيها تريك يعني الطريقه المحضره على طريقتكم الخاصه ايه اكيد طريقه اللابتي ميزون سامبليسيتي لا سامبليسيتي سي لا بوتيرا طيب شايف اذا كنت موجود يمكن هيك لنقول على شي جزيره لوحدك مهجوره شو المكونات الثلاثه يلي ما فيك تكون قاعد بمحل ما يكونوا موجودين معك؟ صراحه انا شخصيا يعني القمح لانه القمح هو غذاء شبه كامل معروف فوائد القمح فيه بروتينات وفينا نصنع منه الخبز يعني اذا بتيجي تدوقي حتى الخبز الباجيت اللي بنعمله لابتي ميزون حتكوني متفاجئه بلس الديت اللي هو التمر لانه في كثير فوائد غذائيه في الفريكتوز في كثير فيتامينات وست حبات تمر كافيين انه يكفوا يكونوا كافيين لوجبه لا وجبه بلس السمك انا شخصيا السمك يعني بروتينات الكربوهيدرات الفوسفور بين سمك لنقول بين سمك دجاج لحمه شو بتفضل؟ انا بحب الفيش كمان السمك ايه هلا في تريك بالنسبه للكيكامبر لازم تقريبا نعمل له يعني بيكلينج او نكبسهم يعني بطريقه معينه فيها هيدي خل فيها جينجر وال هذا بيتحضر قبل الفليفرز لا هيدا كله فريش يعني هيدا نحن هيدا الفيلوزوفي اللي نحن الفلسفه لا قصدي انه بتنقعهم شوي عم بتقول لي يعني ايه بالضبط هلا انا مثلا ابو نص ساعه ساعه قد ايه لا تقريبا 10 دقائق لل 15 دقيقه هذا كثير سامري هذا كمان هيك كثير فريش كثير طيب بس انا بدي كبيت بلال كثير طيبه اوكي انا حرجع بهالوقت اعمل لك لاليزي ايه ضروري لكن بنرجع بنحط الخيار على السيباس هلا حنحط السيزونينج نوزع الملح الملح بطريقه هيدا اسمه خشن هيدا دائما بتستعمله هيدا سال دو جيرون اسمه من منطقه جيرون فرنسا اوكي كمان حتى الملح عندنا له باللابتي ميزون له بروسيس يعني اوكي ومن بعد ما تحط الملح شو اخر شيء بت حنوزع الكيكامبر هودي البيكل كيكامبر او الخيار المكبوس اوكي حنوزعهم بطريقه متساويه بكل الصحن صارت جاهزه تقريبا؟ تقريبا جاهزه ايه حنعملها فينيشنج لانه لازم ندوق انا وعدتك بقميص بوش هلا هيدي مسمينا شيء عندكم غير السيباس لها شيء اسم معين؟ ولا بس سيباس اذا واحد راح وعبيله يطلب هل ايه اكيد سيباس بس سيباس بس عندك صراحه سيلكشن من الكارباتشو التونه كارباتشو الاوكتوبس كارباتشو
في عنا كمان اليالو تيل. اليالو تيل كان قطع بحلقه قبل. اليالو تيل في عنا حتى اثنين يالو تيل. هلا حطينا بلاك بابر كمان سيزونينج. بنوزع كمان زيت زيتون. التشايفز والحلو انه هيلثي يعني هيك بتحس صحي، وبذات الوقت واحد اذا بينتبه على اكله 100%. يعني بتعرف قد ايه ناس العالم عم بيدفعوا مصاري ليحافظوا على صحتهم وهيدا. تخيل احنا بيجوا لعنا بياكلوا كل شيء هيلثي ونحن بنحافظوا على صحتنا. شايف لازم ندوق؟ اكيد يلا، لانه لازم نختم. يلا بس ادوق هيك لاعطي رايي اذا انا اكيد من المنظر يعني شيء بشهي، الطعمه اكيد رح تكون اطيب واطيب. في يدوق؟ صراحة أنا في تاتش من عندي يعني. هلا ليه حطيت بالملقعة هونيك هيك شقفة سي باس وحطيت؟ اوكي، هاي القميص بوش. القميص بوش هي لقمة بتتم يعني. شو هي؟ لقمة بتتم. قميص بوش. أوكي. بوش بالفرنسي. اوكي اوكي سو هيدي لك. يلا رح ذوقها بس. كثير طيبة، كثير كثير كثير، يعطيك ألف عافية. ثانك يو شيف ميسم، أكيد انبسطنا بوجودك معنا، يعطيك ألف عافية وإن شاء الله بنرجع نشوفك قريبا. ثانك يو، نايس تو سي يو أجين، وهوبفولي تو سي يو إن شاء الله إذا الله راد. كمان باب ثانك يو سو ماتش، جهز الكوكتيل. يعطيك ألف عافية. ثانك يو مشاهدينا، رح نتوقف مع آخر فاصل بحلقتنا، بنرجع نتابع، خليكم معنا. Live just for the fame. Some people live for the power. Yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things is fine. What's within, I've been there before. Well, that life's a bore, so full of the superficial. Well, some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, but some just want everything, when everything means nothing. If I ain't got you. Some people search for a fountain, for promises forever yours. Some people need 3 dozen roses, and that's the only way to prove your love in. A silver platter, and not what it means. With no one to share, with no one who truly cares for me. Well, some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby. Some people want diamond rings, well, some just want
ثانك يو لا ستيفي ام ذا باند، ميرسي بوكو لوجودك معنا وعلى الاغاني الحلوه والصوت الرقيق. الايفنت الموجوده بهذه العاصمه المميزه دائما يحرص برنامج باي بيروت على تغطيتها لكم حصريا، وكل الاشياء لها علاقه بالفاشن ديكور اكيد دائما احنا بنكون في الموعد. هذه المره غطينا لكم معرض اسمه مزار سولا تونت، واللي كان من 13 ل 17 من هذا الشهر بمنطقة كفر دبيان المزار، وهيدا الموعد السنوي دائما بيقدم المصممين المميزين وتكون فيه امبيونس غير شكل. حنشوف بعد قليل كيف كانت الاجواء، لكن خلونا نرحب بالمسؤولة عن هيدا المعرض ومعدته مها مصري. اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا بلال، ميرسي لاستضافتكم. ميرسي لك مها، كل مرة بنكون بالموعد بأي ايفنت بتكوني أنت موجودة فيه. هالمرة النسخة 2014 يمكن كانت مختلفة عن السنوات اللي فاتت؟ بمنطقة كفر دبيان صار لنا تقريبا 10 سنين نعمله هذا المعرض. هو بارت من معرض كبير بيصير اسمه مزار سامر فيستيفال، ونحن بنجمع الديزاينر اللبنيز ديزاينر اللي كل مرة انتم بتشجعون وبتستضيفيهم كمان ببرامجكم لحتى يعرضوا بهذا المزار سامر فيستيفال. بقى عنا تقريبا 70 مشارك معنا. وبحضروا حالهم قبل بوقت وبيعملوا كولكشن مميزه لهذا المعرض، لانه هذا المعرض فيه اقبال كثير عليه. حلو، كمان برنامجنا كانت موجوده، خلونا نشوف مع بعض لقطات من اجواء هذا المهرجان اللي كان بمزار، تفضلوا. ما كنا متوقعين قبل يكون فيها الاقبال هيدا، بس في امل، متاملين، متفائلين. العالم جناك بتحسي انه بدهم شيء ويبلموا وينبسطوا شوي، هيدا الشيء بحرك الاقتصاد وبيخلي الناس تتفائل وتتشجع شوي بالاوضاع. اول شيء كنت كثير وقت اللي اضرب فرام بالسياره يوقع الجزدين، واذا الجزدين مفتوح يوقع كل شيء برا، سو طلعت بفكره انه اربط جزديني كيف السيت بيلت. اليوم عم نعمل العسل لانه نحن باسيوني بالعسل، يعني بنشتغله كشغف اكثر من كتجاره. وعلي اقوى ثلاث معارض بلبنان، يعني ما نقدر اعمل كل المعارض، وفرد بيان مزار هو واحد من اقوى ثلاثه. المنطقه يعني حلوه، الجو حلو، بتحس العالم مرتاحه بالصيف. حبينا نعمل ستاب هيك كمان ننمي حالنا اكثر ونعمل اكسبوجر لنا اكثر من تحت. المعرض اول شيء بتعرفي على العالم، بتعملي بي ار، بتعملي كونتاكت، وبعدين بتعملي دعايه للبرودوي يلي انت عم تصنعيه. ليه موجوده بكفر دبيان؟ اول شيء لانه اكسبوزيسيون كثير حلوه، كلها ديزاينرز، كلها ناس الكرياتيفيتي تبعها كثير عاليه، الاكسبوجر اللي بتاخديها هون كمان كثير حلوه. اول شيء حبيت انه شارك هون بالمعرض، يمكن اكسبيرينس لإلي لانه إلي سنتين مبلشي بالبراند. المعرض كثير مهم وسي انتريسون للكل. نحن اول مره بنشارك بهيدا المعرض لانه صار له 12 سنه وناجح، وهي دعايه بالنهايه انه زبوناتي بيتعرفوا اكثر عن البراند او عن الكونسبت بالمجمل. كاليتي العالم بكفر دبيان غير الكاليتي بغير معارض، واللي مقدمته هو نوع ابستري. التام يلي نقيته السنه هو سي دي بيرسوناج. إيراب هي مؤسسه بتهتم بالاشخاص اللي ما بيحكوا وما بيسمعوا، وهون بكفر دبيان اكيد بدنا نكون موجودين مع كل العالم لنعرف العالم اكثر على الإيراب وخلي العالم تشاركنا تساعدنا. يعني نحن لانه شاليت، يعني هون الجبل خارج شاليت، ونحن انه بنحب نشترك بهذا المعرض لانه نحن البرودكت طبعا، يعني البضاعه تبعيتنا بتنباع. هي مش العبره انه اذا قد ايه بتبيعي او قد ايه بيجي ناس، هي الحلو انه الجو كثير حلو بهالفتره وكل الناس بتطلع على الجبل. رابع سنة بهيدا المعرض، المعرض كثير ناجح، كثير بيجي عالم على المعرض والاجواء كلها كثير حلوة. ما
معها شفنا بأنه نسبة الناس كانت كبيرة والحضور كان كتير حلو. كان في إقبال كتير كتير قوي هالسنة. واو. واو. هيدا اللي شفته بالريبورتاج ماشي بالنسبة للعجقرة اللي كانت. اللي صارت من بعد. حلو حل حلو كتير. طيب في شروط معينة للناس تكون موجودة من بين المصممين؟ نحن الشروط بالبارت تبعيتنا الشرط الوحيد انه يكونوا الاشياء صناعة لبنانية. صناعة لبنانية. واشياء حلوة ومرتبة ومميزة. منشجع الفنانين التشكيلية، منشجع اللي بيصمموا تيب، منشجع اللي بيصمموا مجوهرات. في كل شيء بالمعرض، في خشبيات، في ديزاينرز، في عفش، في من كل شيء. حلو كتير. قبل ما نكمل بس خلينا نروح نشوف زملائنا وبرنامج سيدتي ايش في عندهم اليوم وايش منتظر كل مشاهدينا عبر روتانا خليجيه وبرنامج سيدتي اليوم معي هدى. الله قديش تار لي ما شفتهاش لهدى. هدى مساء الخير. مساء الخير بلال، شلونك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله الله يسلمك، وانتي طمنيني عنك شو اخبارك؟ أنا الحمد لله تمام، لكم وحشة وايد ويعطيكم العافية على برنامجكم ببيروت. احنا اليوم يسلمك. في سيدتي رح نتكلم وتعزيزا للثقافة الزوجية شرعيا وصحيا ونفسيا واجتماعيا، أسرتي رح تقدم برامجها لمراجعي الفحص الطبي قبل الزواج. في حلقتنا بعد رح نتكلم عن كيفية اختيار المدرسة الأنسب ماديا، ورح نتكلم عن ظاهرة النرجسية في التقاط صور السيلفي، وعندنا بعد في فقرة مجتمع أونلاين رح نناقش موضوع شوية مختلف وهو خرفنة الشباب للفتيات، وهل هي رد اعتبار أم سذاجة أنثى عفوا. رح نتكلم أيضا عن عدوى الابتكار وانتقالها إلى المراهقات. طبعا هذه البعض من مواضيعنا، ومثل ما شفت مواضيعنا شيقة لليوم. أطلب من كل مشاهدين برنامج ببيروت على طول بعد ما يخلص البرنامج ينتقلون لروتانا خليجية ويتابعون برنامجنا وإن شاء الله يستفادون منه. أكيد شكرا لك يا هدى، وأكيد موعدنا راح يكون بعد لحظات مع برنامج سيدتي. تحية لك ولكل فريق برنامج سيدتي وكل زملائنا في أبو ظبي، في جدة، في الرياض، كل المكاتب المميزة لهذا البرنامج المميز. ما شوفي عنا بالكالندر بعد ما خلصنا المزار وبعد ما خلصنا هالمهرجانات الصيفية، عم تحضري أكيد للمعارض اللي جاية. إيه هلأ بدنا نبلش نحضر لاحتفالات آخر السنة. أنا المعرض اللي بنعمله على فترة رأس السنة بيجمع كمان تقريبا 100 مصمم بالبيال، رح يكون من 17 ل 21 ديسمبر. حلو، كان المشاهدين كلهم رح يكونوا في الموعد واحنا كمان رح نكون في الموعد. ميرسي بوكو لوجودك معنا مهام. شكرا لاستضافتك. ميرسي لك، خليكي معنا. خلينا نشوف النتيجه النهائيه للاستفتاء لليوم. اليوم كان عندنا موضوع كثير حلو مميز، هل احنا بنخلق ومعنا الحظ او مثل ما بيقولوا بملعقه من ذهب في فمنا، ام احنا اللي بنصنعه وبنستقطبه؟ على صفحتنا على الفيسبوك كل الناس قالوا بانه اللي ناجحين في الحياه هم مع حظ يخلقون معه او به 75%، 25% قالوا بأنه هم اللي بيصنعوا وبيستقطبوا حظهم. خلونا نشوف النتيجة على صفحتنا على rotana.net. بالعكس completely، فالناس قالوا خلوني أشوف النسبة وقولي لي إياهم تقبري قلبي. 75% هم بيقالوا بأننا نصنعه أو نستقطبه، و 25% قالوا بأنه يخلق معا. عم نشوف يعني النتيجة completely different ومتناقضة من صفحتنا على الفيسبوك إلى حساب وويب سايت روتانا. شكرا لكل المشاهدين اللي كانوا معنا اليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بفقراتنا ومنوعاتنا. الزميلة هدى ذكرت بأن برنامج سيدتي اليوم عندهم موضوع عن السيلفي والنرجسية. احنا غدا أيضا عنا برنامج وفقرة مميزة عن ناس تخطت عقدها ومن خلال السيلفيز والإنستغرام أكاونت. هيدا من بين المواضيع الاجتماعية اللي في انتظاركم غدا، بالإضافة إلى أكيد ضيوف وحلقة كتير كتير مميزة. كونوا في الموعد، تبقوا على خير يا وجوه الخير. ميرسي.